اهلا بكم اعزائي المشاهدين في لقاء جديد من اولاد ابراهيم في هذا اللقاء بعنوان كيف نعبد الله الواحد هي عندنا 10000 ديانه حول العالم منهم 200 ديانه كبيره كل هذه الديانات بيقدموا عبادات كل واحد فاكر ان اللي بيعمله فعلا ان هو بيعبد الله اللي هو مقتنع بيه وفاكر نفسه ان هو بيعبد عباده صحيحه واكثر هذه الديانات هي الديانه الاسلاميه واخواتي المسلمين اللي انا بحبهم وبعزهم عارف ان هم في كل يوم بيصلوا خمس مرات واغلبهم بيصلي في المسجد كان دي حاجه افضل لي وانا حقيقه من كل قلبي بقول انا حزين على اشخاص كثيرين يعني ما فيش حد بيصلي صلاه صحيحه وده اللي يعني مخليني اتكلم النهارده عن أهمية نحن نتكلم كيف نعبد الله الواحد عبادة صحيحة وأنا سعيد يكون معايا في هذا اللقاء الأخ الفاضل المرنم والخادم مازن بطرسة لأول مرة في أولاد إبراهيم أهلا بيك معنا يا مازن في هذا اللقاء شكرا شيخ صموئيل بشكر الرب من أجل فرصة وامتياز عظيم فعلا أن نكون موجودين في محضر الرب ونكون موجود معاكم أكون موجود معاكم بشكر الرب من أجل حضرتك ومن أجل البرنامج الرائع اللي الرب ائتمنك عليه حتى توصل رسالة حقيقية رسالة من القلب لكثيرين حول العالم وأنا بشكر الرب من أجل هذه الرسالة الواضحة من خلالك ومن خلال هذا المنبر العظيم ربي يباركك وأنا أتفكر عايزين نقدم صورة أو مش بس تعليم لكن صورة عملية عن العبادة فقلت أحسن واحد أخويا مازن بيحب الرب وبيسبح وبيرنم وبيهلل فقلنا خلاص مازن يجي يقدم صوره صحيحه للعباده للاله اللي احنا نفسنا كل البشر يعرفوه ويعبدوه يعني خليني قبل ما نبتدي البرنامج عايز اقول النداء لكل المشاهدين ان الاخ سليمان ابو حفص 49 سنه امن بالمسيح سنه 1999 الشهر اللي فات حكموا عليه في الجزائر بالسجن خمس سنوات بدون اي سبب انا حزين على الاحكام اللي بتصدر في بلادنا العربيه ظلم والظلم دايما بيجيب مشاكل اصعب واكتر عشان كده انا بقول لكل مشاهدين ارجوكم خلينا نصلي من اجل الاخ سليمان ابو حفص المسجون في السجون الجزائر في نفس الوقت ربما الحكومه الجزائريه تنتبه وتشوف ان ده ظلم تفرج عنه وبالتالي هنعلن ان الحكومه الجزائريه استجابت لهذا النداء. اخي مازن خليني اسالك سؤال في الاول شخصي جدا، انا سمعت ان انت كتبت عباره على الفيسبوك بتاعك بتقول فيها لو عايز تستريح اترك المسيحيه واتبع المسيح. ايوه معلش اشرح لي العباره تقصد بيها ايه؟ اه بصراحه الشيخ صموئيل وبدايه انا بحب كمان مره اشكر الرب من انه من اجل انه اعطانا فعلا فرصه فيها نقدر نكتشف مين هو الله السؤال اللي انت سالتني اياه والتعليق على اللي كتبته على الفيسبوك بجوز كثيرين بتسألوا ايش الدعوه اللي بقيمها الاخ مازن عماله بطلب من مسيحيين يبعدوا عن المسيحيه ويتركوا المسيحيه ويتبعوا المسيح فعلا بالحقيقه اخ صموئيل الشيخ صموئيل احتياجنا في هذه الأيام أنه نترك الدنيويات والديانات ونتبع بإله حقيقي بحبنا <applause> هذه سبب الراحة وسر الراحة ودعوتي في هذه الحلقة وصلاتي في هذه الحلقة لأحباء لا كثيرين فعلا أنه ننظر من منظور شخصي جدا ومن منظور اختباري جدا على أنه نكتشف عنوان هذه الحلقة كيف نقدر نعبد هذا الإله الحقيقي اللي من خلاله نقدر نكتشف حقيقة حياتنا وحقيقة وجودنا كلمتي اللي كتبتها على الفيسبوك وأنا من اللي بيحبوا الفيسبوك طريقة للتواصل مع أحباء كثيرين يعني هو فعلا أنا بمشاركاتي بسيطة جدا لكن عن اختبار بعيشه اللي اكتشفته عن نفسي شيخ صموئيل إنه أكثر سامحني لأنه راح أكون صادق معك يعني وصادق مع الأحبة وأقولها بكل شفافية وصدق أنه أكثر مشاكلنا في حياتنا هي بسبب نظرتنا الأرضية الدنيوية لقوانين أرضية سميناها بمسمى الديانات وجهة نظري الخاصة لكن الله يسمو أن يكون محصور في ديانة الله أعظم من محصور في ديانة كنت أقول لك قبل الحلقة يوجد في العالم أكثر من سبع سبعة بليون نسمة صحيح سبعة بليون مش ممكن وبغض النظر عن انك انت كنت وانا بحب اوجه ببدايه الحلقه كمان يعني انا لا اتكلم عن ديانه معينه انا لا اتكلم انا بدي اتكلم في هذا اليوم شخص بسيط اكتشف اله عظيم امين عرفت اي كل كل بكل ما اقوله بكل صدق انه انا جاي من منظور بساطه منظور انسان اكتشف قصد حياته واكتشف اله اللي خلقه عن حق خليني اقول عارف. لك عباره واسمع رايك فيها دام انت صريح يعني ايوه يعني واحنا بنتكلم في هذا البرنامج احنا مش عايزين اخواتنا المسلمين يتركوا الديانه الاسلاميه ويدخلوا في الديانه المسيحيه احنا عايزين اخواتنا المسلمين ينضموا لينا في عباده صحيحه للاله الواحد الحي أمين. ايه راي حضرتك انا ب... انا ب... بوافق معك بالمئة دعوتي كشخص لاني بحب احبائي البشر اخوي الانسان بغض النظر المسلم مسيحي ايوه بحب اخوي المسلم كمان نعم يعني بحب اخوي المسيحي وبحب يعني بجوز اقول حاجه بجوز كمان بعض ما يحبهاش لكن بحب اخوي اليهودي بحب عدوي بحب اخوي البودي بحب اخوي الانسان وهذه محبه الله اوجدها فينا لانه خلقنا كلنا مع بعضنا البعض على نعم شبهه الله على شبهه فانا نعم. دعوه انا بوافق معك 100% انه اكتشافي اللي اكتشفته لاني بحبك بحب اشاركك فيه اشكرك بكل بساطه اشكرك خلينا نخش في السؤال الاول لهذا اللقاء ايه مفهوم حضرتك للعباده الصحيحه عايز كلمه الحق نعم محبه محبه العبادة الحقيقية الحقيقية هي علاقة حب وعلاقة محبة خلينا نشوف الآية الحلوة اللي قالها المسيح واللي هي بتشكل كل تفكيرنا في مرقس 12 29 30 أيوة. لو نشوف الآية على الشاشة حتى المشاهدين يتابعونا ويقولوا إن ده اللي قاله المسيح أجاب يسوع بيكلم الرجل اليهودي الكاتب إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وكمان وتحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك هذه هي الوصية الأولى ومعنى أصح المسيح لخص 613 وصية في وصية واحدة تحب ربنا ده اللي عايزه منك ربنا إيه رأي حضرتك شوف شيخ صموئيل اقول لك عن اختباري الشخصي بجزء, بجزء افضل طريقه انه نوصل افتح قلبك في هذا ولسه اخذت الكلام من من تمي شيخ صموئيل انه انا بصلي في هذا اليوم انه الاشخاص اللي بيسمعونا يسمعوا قلبنا ويسمعوا قلبي قبل ما يسمعوا كلامي امين انه الكلام اللي بشاركه هو من قلبي امين مش كلام انا لا جاي لاقنع أو جاي أنه أنا جاي أعرض إله أنا اكتشفته عرفت فاللي أنت بتتكلم عليه فعلا هذه الحقيقة اللي أنا اختبرتها شوف أنا تربيت أنا أصلا من الأردن أيوة تربيت في عائلة مسيحية أبوي وأمي وعائلتي نشأت في بيت بعرف الرب <applause> وبعرف بروح على الكنيسة وملتزم جدا يعني أبوي اختبر الرب بسنة التسعة وخمسين وهو <applause> عندي ابوي انتقل للأمجاد هو سمع. توفى قبل 23 سنه بس اللي عايز اقوله انا تربيت في كنيسه ولكن فعلا كنت اروح على الكنيسه واخذت المبادئ الكنيسه لكن ما كان عندي علاقه حيه في اله حي عرفت بجزء تعرفت على الله وعلى المسيح وعلى المسيحيه ولكن ما كان عندي علاقه مع المسيح ولكن لا لما يعني اكتشفت فرق كبير قوي فرق كبير قوي ما بين واحد بيروح الكنيسه او تربى في بيت مسيحي او اسمه مسيحي وبين واحد بقى ليه علاقه شخصيه مع الله ايوه آه شيخ صموئيل انا ومن انا صغير يعني انا كنت شوي شقي عرفت كنت اذا ما بتقنعني بالإشي مستحيل اعمله بس اذا بقتنع فيه مستحيل ما اعملهوش حلو فلما لما, لما كبرت من ناحية علاقتي بالله، أنا بعدت عن الرب وبعدت عن الكنيسة بسبب إنه كنت بدي اختبار شخصي. نعم بدي اختبار مع الله، ولكن لما اكتشفت لما اكتشفت محبة يسوع لما اكتشفت المحبة الحقيقية، المحبة اللي أوجدها يسوع، أنتَ بتتكلم على إنه الرب لخص 613 وصية وصية في وصية واحدة في وصية واحدة أن تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك, نفسك، كل قدرتك. من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك نعم. تخيل هذا المنظور المحبه شيخ صموئيل بجزء بعض الاشياء اللي وانا بتحدى احباء اللي بيسمعونا في هذه الليله يفكروا بهاي الامور يفكر انا اللي يعني اللي الله خلقنا انه نقدر نستوعب ونفكر تعرف هيك اللي خطر ببالي لما كنت انا بي بي بدي اكتشف الله وبدي اتعرف على الله انه بدي هل فعلا الله بحبني هل فعلا الله بيحبني تعرف اللي بعدني عن الرب وانا صغير يعني اقول لك بصدق بصراحه انه كان في قوانين كثيره بدك تعمل هيك بدك تمشي هيك بدك تسوي هيك بدك تسوي, تسوي هيك عرفت ابعدتني ولكن لما لما واجهت الحقيقه حقيقه نفسي السؤال اللي سالته لنفسي يعني دائما وكثير بجوز بيقولوا نفس السؤال ليش انا موجود ليش أنا ليش انا يعني ليش, يعني ليش يعني سؤال مهم ليه أنا موجود على الأرض؟ ليه الله خلقني؟ يعني نعم. لما بفكر بهذا الشيء أو اللي اكتشفته عن حالي أنه الله خلقني من فيض محبته مش لأنه مجبر يخلقني ولا لأنه ملزم يخلقني ولا لأنه مش عايزني خلقني ولكن خلقني لأنه بحبني مش كده وبس أنا الاكتشاف بتاعي في الإنجيل أيوة. وأكيد حضرتك بتوافق معايا يقول لك كده اختارنا فيه قبل تأسيس العالم يعني معناه إيه؟ إن هو عرفنا مش نتيجة ان بابا وماما اتجوزوا وبعدين خلفوا طفل لا ده هو عارف وعارفني قبل ما اجي مخطط لنا مخطط, مخطط لنا مش حاجة الأسر. صدفة لا ده دي حاجة مهدفة هو خلقني الهدف هو عارفني وبيحبني وخلقني الهدف أه والشيخ سمويل كانت هاي الفكرة اللي حضرتك انت قلتها كانت فارقة في حياتي بشكل كبير واقول لك ليش لانه كثير من الاحيان احنا كبشر نتطلع على عيوبنا ونواقصنا وعلى الأشياء اللي فينا مش عاجبتنا ولكن الله لما ف... لما فكرة إنه الله خلقني مخطط وقبلت نفسي نعم. عرفت إنه أنا مخلوق على شبه وخلقني لأنه بحبني غيرت منظوري عن نفسي وبالتأكيد غيرت منظوري عن الله صرت بدي أتقرب إلى الله بدل ما أبعد عنه صرت بدي أس... أ... أوصل إليه وأقترب إليه أكثر من ما أنا ليه أنت خلقتني بالشكل الفلاني ليه عملتني هيك ليه أنا جبتني بال يعني كنت مع شخص قبل يومين و... و... وبيقول قديش أنا بشكر الرب طب ليش الرب خلقني في البلد اللي أنا فيها مش في بلد تانية نعم. اكتشفت أنه كل هاي الأمور الله له قصد خلقنا منذ تأسيس العالم وخططنا يعني من, قب... من, من... بطن أمك إيش بيقول من بطن أمك عرفتك نعم. قبل أن صورتك في البطن عرفتك بيقول نعم. الكتاب فالتص... أنه الله خلقنا قديش هاي رفعت من نظري إلى الله بأنه أنظر إليه من منظور محبة لأنه هو أحبني أولا نعم. لأنه هو قبلني أولا يعني بتوافق ان احنا نلخص العباده الحقيقيه او مفهوم العباده الحقيقيه في كلمه المحبه أيوة. ان الله محبه ولو انا حبيته هصلي هتكلم معاه هعبر عن حب لي بوسائل وطرق مختلفه دلوقتي يمكن نسمع ترنيمه مصلاه او يعني صلاه مرنمه فيها حب لله وفي نفس الوقت انا هقرا كلمته واطيع وصياه ليس خوفا منه زي ما قال الاخ اسماعيل في لقاء سابق ان هو كان بيخاف من الله فكان بيطيع وصاياه خوفا بيطيع الشريعه خوفا من الله لكن احنا بنحبه وعايزين نطيع كل وصاياه عشان نرضي هذا الاله اللي احنا بنحبه هو احبنا كمان زي ما قال اخويا مازن بيكمل لو انا حبيته انا بحب كل انسان على الارض لان هو خليقه الله هل تقدر تقدم لنا ترنيمه او صلاه مرنمه بتعبر عن حبك لله. ايوه وانا فعلا اللي الصلاه اللي عايز اصليها والكلمات اللي هقولها هي فعلا فايضه من قلب بحب الله. أمين. من محبه أمين. كلمات الترنيمه او الصلاه البسيطه بتقول انا ما استحقش وفعلا دي حقيقه شيخ صموئيل انا ما استحقش انك انت تنظر لي. حقيقي. انا ما استحقش انك انت تقبلني. صحيح. وراح نتكلم بعد شوي، أنا ما أستحقش إنك أنت تفديني صحيح أنا ما أستحقش يا يسوع المسيح نعم لكن حبك لكن حبك أنت لي اللي فداني، رحمة جديدة في كل صباح بتلقاني أمين وبنعمة غنية أمين للأبدية ضمناني أمين بقول له بكل بساطة شكرا يا يسوع شكرا شكرا, يسوع. شكراً يا يسوع أنا ما أستحقش إنك تنظر لي، أنا ما أستحقش إنك تقبلني، أنا ما أستحقش إنك تفديني، أنا ما أستحقش يا يسوع، أنا ما أستحقش إنك تنظر لي أنا ما أستحقش إنك تقبلني، أنا ما أستحقش إنك تفديني، أنا ما أستحقش يا يسوع، لكن حبك إنت ليا اللي فداني، برحمة جديدة كل صباح بتلقاني لكن حبك انت لي اللي فداني برحمة جديدة كل صباح بتلقاني نعمة غنية للأبدية ضمناني شكرا يا يسوع لكن حبك انت لي اللي فداني برحمة جديدة كل صباح بتلقاني نعمة غنية للأبدية ضمناني شكرا يا يسوع شكرا يا يسوع شكرا يا يسوع شكرا يا يسوع شكرا يا يسوع, شكرا يا يسوع ده التعبير اللي بتعبر به عن محبتك انك انت بتصلي بس بتصلي ترنيمه ده مم. يمكن واحده من اهدافي لهذا اللقاء ان اخواتي المشاهدين خصوصا في البلاد العربيه مم. اللي ما فيهاش كنيسه يقدروا يعرفوا ايه اللي احنا بنعمله يمكن دلوقتي بيشوفوا على قناه الكرمة بعض الكنايس وهي بتعبد وبيستغربوا ترتيل كانه تواشيح دينيه بنرفعها لله كصلاه او كتعبير ونذكر فيها محبته ومحبتنا ليه ونذكر فيها زي الترنيمه دي رحمته ان في رحمه جديده النهارده لينا في كل صباح ربما كمسلم تقولي انا بحب ربنا مم. انا احط قدامك ايه في يوحنا الاولى اربعه عشرين لو نقدر نشوفها بي... تبقى تحدي ليك ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب أيوة. يعني دي تحدي لاي انسان انت حر زي ما انت عايز بتحب ربنا امين انا مش هعترض عليك انا بس بقول لك المقياس لحقيقه حبك لربنا ان قال احد ان يحب الله وابغض اخاه فهو كاذب لان من لا يحب اخاه الذي ابصره فكيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره يعني يا جماعة ما تخلناش نضحك على نفسينا أيوة. أنت بتحب ربنا أمين بس بتحب الخليقة بتاعت ربنا أيا كان الناس اللي حواليك زي ما قال اخويا مازن يهود مسيحيين مسلمين بوذيين ملحدين انت مالكش دعوه انت مسؤوليتك التحدي اللي بيقوله الرسول يوحنا اذا كنت انت بتحب ربنا فالطبيعي جدا انك انت تحب اخوك الانسان ايا كان ايوه هي دي المقياس الصحيح انت شوف نفسك بقى بتحب ولا لا اخي مازن خليني اخش في سؤال ثاني مين له الحق ان هو يعبد الله؟ مم. اخ سمئي. شيخ صموئيل انت لما قلت عن الترنيم والتسبيح وانا راح ادخل على سؤالك مين له الحق؟ اه تعرف من محبه الله لما بتحب الله انت بفيض من قلبك محبة حقيقية والمحبة الحقيقية تقدر تعبر عنها بطريقة معينة لكن في طرق مختلفة بتقدر تعبر فيها عنها بس عن المحبة فيها اللي قصدي أقوله الشيخ صموئيل يعني لما الأحبة بيسمعوا بجوز ترنيم أو تسبيح أو, أو التهليل لا الله هو ما هو إلا فيض من قلب يحب قديش أنا لما بحب أولادي مرات ب بمسكه بنزل يعني بالاردن بعبط وبحضنه وبنزل فيه بوس ليه لأني بحبه تعبير بعبر بطريقه مرات بعبر بطريقه انه بجيب له هديه مرات بعبر بانه بقدم له شيء حلو مرات بعبر انه بروح بنام جنبه يعني في طرق تعبير مختلفه عن محبه ولكن اللي اللي بحصرها كلها مع بعض ايش هي فكره انه قلب بحب عرفت ولما انت حضرتك قلت على إن انه آه الايه اللي في يوحنا الاولى بتقول إن كنت لا تحب أخوك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه تعرف أكبر بجزء تعبير عن محبتي لله كيف بحب أخوي أيا كان أو عدم محبتي أيا كان الإنسان يعني الناس وبعدين إيه زي ما أنت قلت إيه بفيض بتلقائية في ناس تقول لك إيه طب إزاي مش إجبار مش حاجة في إيديا ده هو هيسكب محبته فيا فأستطيع بدون مجهود أن أحب كل الناس اللي حواليا يعني تعليق على كلام حضرتك لما تقول بدون مجهود تعرف اللي اكتشفته أنه في مجهود أنه أرفض الشر وأحب رغم الشر نعم. أنه أرفض يعني المجهود اللي ببذله أنه يكون نظري من خلال منظور الله آمين لما بصير انعكاسي انعكاس محبة الله إلي بتتغير الأمور بتصير الأمور واضحة جواب على سؤالك من له الحق أن يعبد الله نعم وبكل بساطة وبكل أريحية خليني أقول لك كل البشر كل البشر كل الخليقة ليها الحق انه تعبد الله في آية في مزمور خمسة في خمسة, وستين 65. أيوة بتقول يا سامع الصلاة بجوز الأحبة يحطونها على الشاشة يعني من أروع وأبسط ولكن أعمق الآيات اللي بشوفها شيخ صموئيل لما بتقول يا سامع الصلاة إليك يأتي, يأتي كل, كل البشر, البشر. كل البشر كل البشر بتعرف آه, شيخ صموئيل انا بدي اعلق على اختباري قديش فرقت معي هاي الايه اللي بشوفوها الاحبه مزمور 65 وعدد اثنين آه, يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر فرقت معي شخصيا شيخ صموئيل لانه كثير من الاحيان شوف اللي اكتشفته وبجوز نتطرق له بعد شوي بالحلقه مش كل من يدعو الله يدعو الله عرفت ولكن لما يكون عندك قلب قلب يعني في كثيرين بيتكلموا عن الله يعني المثل اللي دائما بقوله رئيس دولتك نعم كثيرين منا بيعرفوا عن السيسي في مصر الرئيس ميز. السيسي عبد الفتاح السيسي او الملك, أو الملك عبد الله في الاردن نعم. او الرئيس اوباما في امريكا نعم. او انت حط رئيس دولتك عايز. معرفتي عن رئيس دولتي لا تعطيني الصلاحيه انه ادخل الى محضره. القصر تبع وراح نوصل لها لكن وراح نقول عن الاساليب اللي فيها ندخل لكن لما اكون عارف انا لمين متجه لمين قلبي متجه نعم. الله يقبل الكل الله نعم. ملك عظيم نعم. اله عظيم يقبل صلاه الكل الاقتراب الى الله بيحصل حسب فكر الله انا بس الايه دي بتتحدى المتدينين خصوصا أيوه. المتدينين المسيحيين ايوه هي بتقول لك يا سامع الصلاه اليك ياتي كل البشر كل بشر ايوه ما فيش حد معين ما حددش حد معين عشان كده يجب ان نفهم وان نستوعب هذه الحقيقه ان كل انسان بيقول يا الله الله بيسمع له الله دي يسمع تحدي اسم. مهم جدا ما فيش حاجه تمنع اي انسان من هو يتكلم الى الله وان الله يسمعه ده يمكن بيذكرني بالقصة اللي عارفها في سفر الاعمال اصحاح عشرة مم. واحد من الامم لا هو يهودي ولا هو مسيحي ولا مش عارفين له اصل لكن كان بيصلي والكتاب بيسجل لينا يقول له ان صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا امام الله يعني ما فيش حاجه بتضيع ما فيش كلمه بتضيع لكن كل الصلوات وكل اللي انت عملته خير ده متسجل لك ايوه ايه تعليقك ودي ده مظبوط الله يسمع الصلاه من كل البشر الله ناظر يع... بيقول في الكتاب المقدس كمان يعرف فكري من بعيد مش هيك انه نعم. يسمع صلاتي ي... ينظر الي ي... يقبل يتنسم في يبد... عايزني انه انا انظر اليه الله عايزنا انه نقترب اليه هو لكن برضه ما نقدرش نهرب من الحقيقه ان العباده المقبوله لدى الله ايوه ليها شروط الله وضح ما انا ده اللي عايز اوصل <applause> الله يسمع الصلاه يسمع كل انسان يسمع كل انسان ولكن حتى يستجيب وحتى آه آه نوصل لقدس الله او انه نوصل لمحضر الله حتى تسمع صلاتنا لا في اطار لازم ندخل داخل هذا الاطار شيخ صموئيل اللي فيه الله يقبل يعني مثلا آه كنا بنتكلم قبل آه الحلقه عن فكره قاي قاي قايل قاي قاي وهابيل قابيل وهابيل عفوا قايين وهابيل او قابيل وهبيل وهابيل انا آه قاين وهابيل يعني انا يعني نموذجين للعباده صح من البدايه واحد كان مقبول لدى ربنا وواحد ما كانش مقبول، ايوه وانا انا انا كنت بدي معلش الحلقه دي حتكون مختلفه شوي بجزء انا اسالك انا الاسئله صدق. كمان بجزء <applause> من الحلقه. يعني ايه اللي بي اللي خلى الله يقبل تقديمات ما يقبلش تقديمات قايين او قابيل ويقبل تقديمات هابيل؟ انا هوجه السؤال ده للمشاهدين مش <applause> بس من لكن عايز المشاهدين يجاوبوني خصوصا اخواتنا المسلمين اللي القران بيسجل هذه الحادثه بالتفصيل عندهم ومحدش يقدر يهرب منها وسؤالي لكل اخ واخت مسلم ومسلمه ليه ربنا قبل تقدمة هابيل ورفض تقدمة قابيل ليه قبل قربان هابيل ورفض قربان قابيل لازم يكون في اجابه مفيش حاجه كده ربنا بيعملها لكن كل حاجه بفكر واضح جدا العهد القديم او التوراه يا اخ مازن أيوة. بتفصل لنا هذا الامر الرائع جدا ان هابيل سمع من ادم وحواء فكره الذبيحه فراح هو قدم ذبيحه هو كان مطيع فهو قدم ذبيحه كما اوصى ادم وحواء وقابيل او قايين رفض وقرر ان هو يجيب من ثمار الارض وقدم طب ربنا ليه شروط صح ودي إشارة خطيرة جدا وأنا هعمل مجموعة حلقات عن الدم في العهد القديم كل الكتاب بيتكلم عن هذا الموضوع عشان ما تقولش هيجيبنا فكرة جديدة اسمها أن المسيح هو الفادي وأنه بدم المسيح بتقبل لا ده دي فكرة من البداية قايين وهابيل قابيل وهابيل من الأول ما قبلش ليه تقدمت قابيل لما فيهاش ذبيحه دم ما فيهاش دم فاترفضت طب ليه ربنا عمل كده اسالوه قولوا له يا دي يا رب اسالوه ليه يا رب حصل كده خلينا نفهم خلينا نتعلم خلينا ما نمرش على الاحداث بسهوله ده موضوع خطير للغايه لكن بيوضح واحده من المبادئ الاساسيه في العباده المقبوله انك انت تقدم عن نفسك ذبيحه فديه ايوه اتفضل وده يعني قايين قابيل وهابيل سوري انا بس آه اختلاف الاسماء او مهمش. بما يعني الشعب في البريه صحيح قدم ذبيحه صحيح قبل آه ما يخرجوا قد للعباده كان لازم يعملوا الفصح صح آه؟ ابراهيم ابونا ابراهيم عمل مذبح وقدم ذبيحه عمل مذبح ونوح قبليه وعدم... قدم ذبيحه نوح قدم ذبيحه اسحاق قدم ذبيحة أبونا اسحاق آه؟ ابونا يعقوب صحيح قدم ذبيحه وانا بشكر الرب من اجل ذبيحه كل الذبائح عرفت السيد المسيح اللي قدمها من اجلي بدون استحقاق شيخ صموئيل الاسبوع الماضي وانت مع الأحبة بالبرنامج صح لي فرصه اشوف الحلقه كانت حلقه رائعه رب وتكلمتوا باستفاضه عن الموضوع ما بين التصحيح وتشويه لصوره الله نعم. التصحيح والتشويه نعم. لكن بفكره الحلقه عجبتني بعض الثلاث اشياء انا كتبتهم هون عن وصف قمه المحبه او مقياس المحبه أو ترجمة المحبة وأنا زي ما حضرتك وجهت سؤال للأحبة أنا بدي أوجه سؤال للأحب للأحبة اللي أنا جاوبته عن نفسي يعني فب. لما بتقيس محبة يعني من قلنا على قايين وهابيل خلال محور إطار الله أنه قد لازم يكون في آه لازم يكون في وسيلة فيها نقدر نقدم والوسيلة كانت هي الكبش الدبيحة نعم. الدم عرفت لما لما أنظر وهابيل قبل منه لما انظر لمنظور انت تكلمت حضرتك عن انه الله الازلي الابدي لا يتغير هي نعم. وخطته منذ البدء انه لا تتغير انه لا تتغير مش ممكن م. تتغير فخطه م. الله لفداء الانسان موجوده كمان منذ الازل الى الابد امين وقمه كنا نتكلم عن ايش العباده الحقيقيه هي محبه طب قمه محبه الله ايش الي قمه محبه قمه المحبه تتمثل بانه الله قدم نفسه فديه من اجلي في شخص المسيح على الصليب ايش مقياس المحبه مقياس المحبه انه شخص المسيح نفسه يعني مش انا بقيس الشيخ صموئيل بجوز انا اقيس محبتي ومحبتي إلك بشيء انت بتقدم لي اياه او محبتك الي بشيء انت بتقدم لي اياه لكن محبه المسيح اذ احبنا ايش بيقول الكتاب المقدس بيقول عن الرب يسوع انه احبنا واذ نحن بعد خطاه مات المسيح مات المسيح من اجلنا اللي عايز اوصل له من الكلام عن المحبه انه المحبه او كيف انه بنقدر مين له حق انه يدخل الى انه يعبد الله كل الناس لها الحق ولكن من خلال اطار اطار المشروط علينا منذ الازل نعم. الى الابد انه لازم ندخل الى الله بطريقه اللي الله يقبلها منا، لازم نقبل عمله اللي تممه من اجلنا على الصليب. المره الماضيه انت لما كنت بالحلقه تكلمت عن انه الله شخص وصار دار حوار حول الله شخص وانه الله روح في ايه في الكتاب المقدس بتقول في تقريبا في يوحنا أربعة بتقول تاتي ساعه وهي الان وهي الان حيث ياتي الساجدون الحقيقيون ويسجدون بالروح والحق بالروح والحق نعم يعني الاطار تبع انه اقدر ادخل الى الله واقدم الى الله عباده لازم يكون بالروح والحق نعم لازم انه ادخل الى الله بالروح والحق نعم. ده اول حاجه الشيء الثاني أه وبجوز هاي ما يفرق علاقتي بالشخص الرب يسوع المسيح عن أي شيء تاني أنا وعن أقصد أنا ما بقول الديانة المسيحية ولكن أقول شخص الرب يسوع المسيح أه أه شيخ صموئيل لما الله خلقنا نفخ روحه فينا نعم مش كده؟ صحيح وأنا أه بدي أقولها من ناحية أجين إنسان بسيط بطريقة بسيطة أه لما نفخ فينا روحه فينا بعدين تابع أخطأنا خرجنا من الجنة ف صار عندنا انفصال ما بيننا وبين الله، نعم. عرفت؟ نعم. فقبولنا لله قبولي ان قبولي انه اقدر اعبد الله بالحق، لازم اقبل الشخص اللي فداني حتى يقدم نفسه يقدم نفسه عني. امور الله في اية في الكتاب المقدس بتقول امور الله لا يعرفها الا روح الله، امور الله لا يعرفها الا روح الله. اول اول شيء لازم انا اقبله اخ شيخ صموئيل انه ادخل الى محضر الرب اللي اقدر ادخل اعبد الله اول شيء لازم ادخل بالروح والحق نعم لازم يسكن في احنا من بقول سكنا أي على الشاشة ولكن تأتي ساعة وهي الآن حيث يأتي الساجدون, الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق مم. لان الآب طالب, طالب, طالب مثلة مثل هؤلاء الساجدون له كمان لو نقدر نشوف الآية بعديها 24 أيوه. وبيعلن هذا الاعلان الرائع جدا مم. الله روح, روح. والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا الله روح يعني ده المهم اللي انا ارجو ان كل المشاهدين يتعلموه يعرفوه ان احنا بنعبد الله الشخص الروح اللي هو بيحس بينا ويفهمنا وبنفهمه ونحس بيه ونحبه ويحبنا ودي العلاقه الحقيقيه اللي بين الانسان وبين ربنا ورفعنا من مستوى العبوديه الى مستوى البنويه فنقدر نتقدم ليه ونقول بكل صراحه مين هو ان هو ابونا السماوي والشيخ سموئيل بكل, بكل 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 بساطه واستفاضه يعني الكلام اللي حضرتك بيقوله جوهري جدا بس حتى اقدر ادخل لا الله الروح والحق لازم اسمح له انه يجي يدخل في قلبي نعم حتى يرجع يدخل في قلبي لازم يسكن في روح الله من أمين. جديد امين انكسر ما بيني وبين الرب لما انا خطيت من خلال ابونا ادم انه اخطانا انكسر كسرنا وصاياه فكان لازم انت تكلمت عن الدم لازم يتقدم كبش فداء عنا وانا بقولها بكل بساطه مش مش بقولها عشان انت تتبع دين جديد او تغير دين لا لا المنظور البشري مش ممكن انا اقدر افدي نفسي بنفسي مش ممكن لا. اقدر افدي نفسي بحيوانات مش لا. مش ممكن أقدر لازم يكون في عمل عظيم وهذا مخطط له منذ الازل لا. فجاء المسيح حتى نسكن فينا الروح القدس من جديد في ايه بتعجبني جدا في الكتاب المقدس واللي انا بعرفه واختباري الشخصي امور الله لا يعرفها الا روح الله الا روح الله، بدك تعرف الله لازم تقبل روح الله، لازم تسمح لروح الله انه يجي يدخل لقلبك من جديد ومش ممكن روح الله يدخل بقلبي من جديد الا لما يكون اقبل الفديه، يعني الثلاث مرتكزات بكل بساطه الايمان اؤمن بيسوع يسوع المسيح انه الله ظاهر في الجسد إجا وفداني، نمبر تو انه انا اعترف انه انا خاطي ومحتاج اليه ورقم ثلاثه شيخ صموئيل انه انا اتوب عن خطاياي. انا عايز استفيد من وجودك معايا ونتكلم بصراحه اخواتنا المسيحيين بيفتكروا ان هم يوم الحد يقول لك احنا رايحين فين رايحين الكنيسه ايوه عشان ايه عشان نعبد ربنا وانا حسب الكتاب مفهوم مختلف عن مفهوم الكنيسه للمسيحيين. انا دلوقتي أيوة. المسيحيين هم متعودين يقول لك كل يوم حد رايحين فين رايحين ايه الكنيسه ايه هي الكنيسه في مفهوم الكتاب حسب ما انت بتدرس وعارف انا الكنيسة أو احنا الكنيسة انا أوه. الشخص انا الكنيسة مم. انا الكنيسة انا لما روح الله يسكن في الله لا يسكن في هياكل هياكل بيد بشر, بياد بشر. الله روح عرفتوا آه الله يسكن في فأصبح انا الكنيسة احنا الكنيسة في الآية في الكتاب المقدس بتقول حيث ما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي نقدر نشوفها في متى آه، 18 لها. 20 حلوه قوي المسيح قالها وده كان تحدي كبير ان هو بيعلن فيه مم. عن لاهوته من هذا المنظور الايه دي واحده من اعلانات المسيح عن مين هو بيقول لك ايه حيثما اجتمع اجتمع اثنين أيوه. او ثلاثه باسمي فهناك اكون في الوسط في الوسط أيوه. طب ازاي دلوقتي في احنا اثنين ومعانا اثنين ثاني هنا في الاستوديو في بين اربعه يعني المسيح معانا وفي في الهند، وفي في مصر، وفي في استراليا، وفي في كندا. هو المسيح موجود هنا ولا هناك ولا هناك ولا هناك؟ ما هو ده عشان كده بنقول هو مين اللي يستطيع ان هو يوجد في كل مكان، لكن ده مش موضوعنا، انا لكن بتكلم على اساس ايه هي مفهوم الكنيسه او مكان العباده، العباده هي نحن. نعم. احنا المكان اللي الله بيجتمع في معانا يا جماعة أرجو أن احنا نغير مفهومنا الكنيسة مش مبنى وعليه صليب زي ما بعض الناس فاكرين أو تعودوا على كده لا مش هي دي الكنيسة دي الكنيسة اللي عملوها البشر لكن الكنيسة الحقيقية هي إحنا هذه واحدة من الآيات حيثما في أي مكان في أي وقت في أي بلد في السعودية تقدر تعمل كنيسة في بيتك لما تجتمع أنت ومراتك واولادك مع اصدقائك وتصلوا دي كنيسه دي كنيسه في المسيح اللي بيقول عليها حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه في قطر هتعمل كنيسه في اي مكان في العالم تستطيع انك انت تعمل كنيسه لان دي الكنيسه هي جماعه المؤمنين ايه رايك في الايه اللي قالها الكتاب في عبرانيين ثلاثه أيوه. سته اتفضل واما المسيح فكائن على بيته وبيته نحن بيت مين؟ نحن اه انا نفسي الناس تعرف نحن مش بيت المبنى؟ ايوه يعني نفس النهارده واحده من الحاجات انا مش بكلم المسلمين انا بكلم المسلمين والمسيحيين وكل المشاهدين يا أيوة. جماعه عايزين نغير مفاهيمنا المكان الصحيح للعباده هي نحن م. هي احنا هي انا وانت واما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن ان تمسكنا بثقه الرجاء وافتخاره ثابته الى النهايه يبقى الكنيسة الحقيقية هي جماعة المؤمنين. جماعة المؤمنين الشيخ صموئيل مش ممكن مرتكز العلاقة بالله هو العلاقة. م. عرفت؟ فهو مش مرتكز العلاقة مش حيطان ولا مش أبواب حطان. ولا طقوس ولا هي عبارة عن علاقة من قلب إلى قلب من 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 شخص إلى شخص آخر. عرفت يعني في آية ثانية في موجودة في كورنثوس الأولى كورنثوس ثلاثة ستة عشر بيقول أما تعلمون مش عارف إذا الأيوة أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم مين هيكل الله أنا المبنى أيوة الحيطان مم. المكان يا جماعة خلينا نغير المفاهيم ونعرف المفاهيم الصحيحة الكتابية احنا مش بنجيب حاجة من عندنا لكن احنا بنؤكد كلامنا بايات كتيره بتتكلم عن يا جماعه المؤمنين الحقيقيين هم هيكل الله هم الكنيسه لما يجتمعوا مع بعض في اي مكان بيحولوه الى كنيسه لان هم نفسهم الكنيسه اللي بيجتمع فيها حضور الله افسس برضو في اي حلوه أيوه. قالها الرسول بولس في افسس 2 وعدد 22 من اروع الايات كده الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح الكنيسه مش مبنى الكنيسه مش شكل الكنيسه هي المؤمنين لما يجتمعوا مع بعض بيعملوا المكان اللي بيتم فيه العباده واللي بيقدروا فيه ان هم يعبدوا الله والله بيحضر في وسطهم ويتمتع بالعباده اللي هم بيقدموها لي تعرف شيخ سموئيل اكثر شيء نفرني عارف ايش يعني نفرني يعني, يعني بعدني بعدك وبس بنفس الوقت اكثر شيء بعدين رجع قربني للرب اللي نفرني عن الرب لفتره في حياتي وانا بكبر كانت المظاهر شكليات. الشكليات الشكليات <applause> <applause> تظهر بمظهر معين وترد تكون بتصرفاتك تعني شيء اخر ولكن الكمان اللي قربني للرب لما اكتشفت انه الله حقيقه الله حق الله لما بتتقرب اليه مش بالمظاهر يعني شيخ صموئيل قديش في كثيرين منا بيروحوا على مبنى الكنيسه ولكنهم لا يعرفوا الله صحيح قديش في كثيرين منا يعني اسمحوا لي بنظهر بمظاهر انه متدينين لا الناس تعودت رايح فين يوم الاحد رايح الكنيسه راجع منين راجع من الكنيسه عملت ايه انبسطت نمت سمعت كلمة حلوة وروحت طب إيه اللي حصل؟ وهنتكلم هنتكلم النهاردة أوعى تسيبنا غير ما نتكلم ماذا يحدث أثناء العبادة الحقيقية بس أنت قلت آية حلوة في رسالة بطرس مش عايز أفوتها ونفسي نشوفها على الشاشة اللي دي برضو بتعبر إيه معنى الكنيسة الحقيقية من بطرس الأولى اتفضل كونوا أنتم أيضا مش عارف إذا أخوي المحبوب بورجينيا على الشاشة كمان وعاد خمسة اتفضل كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح. اشرح لنا الايه الحلوه دي آه. مليانه تعليم. كونوا انتم ايضا مبنيين مبنيين احنا نبنى على مثاله نت نعم نت يعني نوصل من مرحله نبنى هو حجر الزاويه واحنا كبناء نبنى. بنكبر كل شويه. نبنى كلنا مع بعضنا احنا كلنا مع بعض حجاره حية. أيه. حيه، حجاره حيه، نبنى كحجاره، في فرق بين الحجر الميت والحجر الحي. نعم. او الحجر الحجر عمره ما بصير حي. ولكن احنا الحجاره الحيه. نعم احنا بيتا روحيا كهنوت مقدس، يعني قديش شيخ صموئيل قديش الله كرمنا، قديش ميزنا، قديش معلش انا بجوز بدي اقول لك من طابعي الشخصي، انا من الاشخاص اللي بيعشقوا بيعشقوا الرب. أمين. بكل بساطة أقول لك أمين. يعني أمين. كنت قبل فترة بجوز الأحبة بعض الأحبة المسلمين لأنه أنا بعرف ملايين بيحضروا برنامج أولاد إبراهيم وبتابعوه فأنا بجوز أقول شوي عن كتاب في الكتاب المقدس أو من الكتب بالكتاب المقدس اللي هو نشيد الأنشاد نعم. بقالي ثلاث أسابيع وبقولها بالصدق بالمسيح, بالمسيح أنه نعم. غرقت في محبه الهي امين نحوه امين نشيد الانشاد إن ربنا يستخدمك عشان تنقله للمشاهدين يعرفوا ان هي مش العباده هي تقديم طقوس معينه ابدا لا أبداً. العباده ان انت تحبه تعرف ان هو بيحبك فتعرفه اكتر فتحبه زياده وتعرف ان هو بيغمرك بحب زياده فانت تستمر تحبه تستمر العملية مش تنتهي الشيخ سموئيل أقول لك مجوز نلخص الحلقة كلها بكلمة أنه اكتشفت أنه العبادة هي الحب إحنا قلناها بأول الحلقة نعم. واكتشفت أنه سبب وجودنا هو الحب نعم. وسبب حياتنا هو الحب وقصد حياة الله لحياتنا هو الحب من اتجاهين الله يحبني وأنا أحبه أنا بصراحة مش عايز أي مشاهد غير كده أنا نفسي كل مشاهد يكتشف حب الله الحقيقي وهو كمان يتبادل مع الله ويحبه مش عايز منك حاجة غير كده أرجوك ادرك واعرف مدى حب الله ليك وانت المطلوب منك حاجه واحده بس انك انت تحبه لما تحبه اعمل انت عايزه شيخ صموئيل آه، في انا عايز اسمع منك في... ترنيمه انا هقول لك ترنيمه بلده. دلوقتي وهنقول في مقوله بتقول آه، في كتير ناس معلش بدي اقول لك ب... بالانجليزي بيقول انا بي فولنربل عارف ايش يعني فولنربل ام جانا يعني شو ليتل بيت اوف انه بس احط نفسي اي أسيب <applause> نفسي، بيقولوا لي دائما بيقول لي يا أخ مازن أنت بتستبسط الأمور كثير أنت شخص بسيط عرفت؟ كويس <applause> خليني أقول لك اللي اكتشفته <applause> هاي حقيقة الله إلنا إحنا عقدنا الأمور ولكن الله أبسط اللي اكتشفته شيخ سموئيل إنه البساطة كنز ما بفهموا غير البساطة فلازم حتى نرجع نكتشف علاقتنا بالله تشيل كل الأمور اللي حطيتها التدين والعبادات الاصنام والعبادات الفاضي والاشياء والطقوس اللي بنقولها اللي ما لها معنى كلامي بردد كلمات ولكن قلبي متجه نحو اخر شوف شيخ صموئيل اكتشفنا اشياء بغسل وجهي وانا من جوا قلبي زي النار عليك انه بكرهك يو مش ممكن الله ما بقبل اقول كلام بحبك ولما تلف بحمل نميمه عليك وخليني اقول لك انا بقول على كل البشريه كلنا كبشر لانه بيقول الجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله بس الله حقيقة لما بتكتشف هذه المحبة شيخ سموئيل تكتشف حب الله لما بتيجي بيقول لك ما أعظم هذا الإله اللي جعلني أنا أكون هيكل إله جعلني أكون أنا حجر حي فيه عايز نتعرف عليه ببساطة واعبده ببساطة تعال ده الكلام المسيح قاله على فكرة ما أنا كنت أنا عايز أخدك على متة إيه؟ في موعدة الجبل قال لا غير يعني آه. شوفك تقول دي بس أقول لك حاجة أشجعك بيها قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مم. يعني معناه إيه عايزنا نبقى في منتهى البساطه بلاش تعقيد في الامور من غير تعقيد مش عايزنا نبقى معقدين ونعمل شكليات من غير ما نستوعبها ونضخم في... يا جماعه الموضوع بسيط الله بيحبك ومش عايز منك اي حاجه غير انك انت تحبه وهذه هي العباده المقبوله لله يا شيخ سمويل تعقيب على كلامك متى نعم انا انا قبل قبل فتره كمان سحرت بكلمات السيد المسيح نعم. رحت على متى خمسة وستة وسبعة وأنا موجودة عندي بالكتاب المقدس 1497 كلمة غيروا التاريخ اللي هم موعدة الجبل صحيح لكن 1497 1497 كلمة غيروا التاريخ البشرية كلها في موعدة السيد المسيح على الجبل شيخ صموئيل بداها الرب يسوع فلما جلس تقدم إليه تلاميذه لما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، ايش اول ايه قالها؟ اول تعليم علمهم، بتعرف ايش هي؟ انت بتتكلم على البساطه. شيخ صموئيل قال هذه الكلمات، قال طوبى للمساكين بالروح, بالروح. بايه؟ بالروح, بالروح. لان لهم ماذا البساطه اهي البساطه ها؟ أهي البساطه تكون انسان ممكن مسكين، عندك شعور بالاحتياج الدائم، وانك انت وببساطة. بروحك تيجي وهو هيشبع هذا الاحتياج بداخلك والعدد الثامن بيقول طوبى للانقياء القلب القلب لانهم يعاينون الله شوف هذا هذا ما يميز الايه موجوده بسرعه بيجيب لك آه على المخرج يباركك اخونا المخرج حبيبي بس دي بساطه شيخ صموئيل يعني تبنيها على علاقتي الروحيه بالله بأ الله جعلني اكون انا سكن الروح القدس فيه هو ساكن فيه هو حي فيه الله الروح موجود فيه وبنفس الوقت وجد ليها بطريقة بسيطة ليش أعقد الأمور أنا عايز أسمع منك ترنيمة بس خليني أسمع مكالمة صوتك. سريعة من أختنا نهال من إنجلترا وجهز لنا ترنيمة فيها تعبر عن حبك للمسيح فضل أختي نهال مرحب بيكي فقدنا المكالمة أختي نهال متأسف أنا لي من بدري بس معلش ما قدرتش أن أنا ألحقك خليني أسمع منك ترنيمة آمين ترنيمه بتقول احببتني احبك احببتني احبك فانت لي انا لك امين غمرتني بحبك احبك يسوع احبك يسوع كلمات رائعه وبتختصر كل حلقه احببتني احبك اكتشفت حبك وأنا كمان بحبك بكل بساطة كل شوية كل ما أقول له أحبك اكتشف حبه أكثر فأحبه زيادة بكل بساطة شيخ صمويل وأنا إذا بتسمح لي أوجه نداء لكل شخص بيسمعنا آمين الليلة واليوم أنت ممكن تكتشف سبب وقصد حياتك بإنك تتعرف على هذا الشخص اللي حبك محبة أبدية زي ما أنا تعرفت عليه وزي ما كثيرين تعرفوا عليه اسمع تجرد نفسك من كل الأمور الدنيوية وتنظر إليه في هذه الليلة شيخ صموئيل بقدر بقدر محبتي لله تعرف خليني اطمنك واطمنك واطمن كل الاحبه الله بحبني ملايين المرات اكثر امين تخيل صحيح يعني انا أطلع. بتطلع بنظر اليها بقول اه انا بحبك يا رب ولكن هو بنظر لي نظره ثانيه بقول انا بحبك اكثر لانه انا خلقتك على صورتي وعلى مثلي علاقتي تكون معك وعلاقتك معي انا بحبك محبه لك نحن نحبه لانه هو احبنا احبنا اولا امين that's exactly right أحببتني أحبك فأنت لي أنا لك، أحببتني أحبك فأنت لي أنا لك، غمرتني بحبك أحبك يسوع، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي أُحبك يا سيدي أُحبك يا يسوع أُحبك يا سيدي أُحبك يا سيدي أُحبك يا سيدي أُحبك يا يسوع حباً عجيب طوعاً أحببتني يا حبيب فوق الصليب حباً عجيب طوعاً أحببتني يا حبيب فحبك صار رهيب سبيت قلبي ومهجتي أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي أحبك يا يسوع أعبدك يا سيدي أعبدك يا سيدي أعبدك يا سيدي أعبدك يا يسوع فوق الصليب حبا عجيب طوعا أحببتني يا حبيب فوق الصليب حبا عجيب طوعا أحببتنا يا حبيب فحبك صار رهيب سميت قلبي ومهجتي أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي أحبك يا يسوع أعبدك يا سيدي أعبدك يا سيدي أعبدك يا سيدي أعبدك يا, سيدي يا سيدي يسوع أنا لك يا سيدي أنا لك يا سيدي أنا لك يا يسوع بركه خلينا ناخد مكالمه من أخت نهال تفضلي اهلا بيكي ده بشكرك من كل قلبي لان حضرتك بركه شخصيا وكل البرامج اللي بتجيبها رائعه وبتجيب لنا خدام بركه زي الاخ مازن عايز اتكلم في نقطتين بسرعه واسال سؤال حضرتك قلت ان الكنيسه هي احنا ومش المبنى اللي عليه الصليب وفي حته مهمه هنا عايز ازودها ان العباده بقى يجب أن تكون في شركة مع أخواتي المؤمنين ما اكتفيش بعبادتي الفردية ولا عبادتي مع الميديا يعني أسمع لي وعظة من الكمبيوتر لازم يكون في شركة للجسد واسم برنامج حضرتك أولاد إبراهيم يعني مسيحيين ومسلمين وكل غرضك في البرنامج أنه تقديم الخلاص لكل الناس وده ما أحلى هدف يا شيخ صمويل وأنا أتفق معاكم أنه الأديان كلها من صنع البشر المهم هو يسوع أنه هو المخلص ودعوة كل مشاهد لتبعية يسوع فده بيقودني للسؤال أنا وحضراتكم مقتنعين أن الطريق الوحيد للخلاص هو يسوع مش كل الطرق تؤدي إلى روح ازاي اقدر اقنع اخويا المسلم اللي بحبه من كل قلبي ان هو ده الطريق الوحيد وما فيش اي طريق تاني من الطرق ولا ده محتاج ايمان فقط لانه زي ما الكتاب بيقول والايه دي فعلا بحطها دايما قدامي لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس فانا يعني كنت بتكلم مع واحد مسلم بس هو فعلا بيكره الاسلام وقال لي كده بحصر اللفظ قال لي انا لا عايز اكون مسيحي ولا مسلم انا ده كل واحد بيروج دينه انا بعبد الهي عباده حقيقيه ومن القلب فده يكفي، فايه رأي حضرتك في واحد زي ده؟ وربنا يبارك. أشكرك جدا، أسئلة واقعية بتصب في قلب الموضوع، شكرا من أجل تشجيعك، وموضوع العبادة كشركة، هسيبه الأخ مازن هسأله بعد شوية عن العبادة الفردية والعبادة الجماعية، والشركة في العبادة ده مهمة ولا لأ؟ بس كمان هاجي لسؤالك اللي يهمني، إزاي أكلم أخويا المسلم؟ المسلم عنده مشكلة رقم واحد. ودايما بيسالنا بطريقه مختلفه وبنرد عليه غير الاجابه المتوقعه يجي مثلا يسالنا يقول لك ايه انا بسمع ان عندكم الاب والام والروح القدس ممكن تفهميني الحقيقة مش هو ده السؤال الحقيقي اللي بيساله السؤال الحقيقي لكل مسلم بيسالني هل انت بتعبد اله واحد ولا أكثر من اله لو انا وضحت له حقيقه ان انا بعبد الله الواحد ده هيحل مشكله كبيره بيننا وبين المسلمين ما تتخيليش يا اختي نهال حول العالم اغلب المسلمين حول العالم بينظروا كاننا بنعبد اكتر من اله ولما بنتكلم معاهم في امور لاهوتيه صعبه واشرح الاب والابن والروح القدس ده بياكد ليهم ان انا عندي اكتر من اله الاول عايز اثبت له ان انا بعبد اله واحد ما ينفعش ان انا اتكلم معاه يعمل ايه اجيب الكتاب وافتحه قدامه وخليه يقرب نفسه بعض الايات انا هقول ثلاث ايات بسرعه عشان الوقت الايه الاولى اللي احنا وضحناها في بدايه هذا اللقاء المسيح بيقول في مرقس 12 29 الرب الهنا رب واحد الشيخ مرسي صديقي كان في الشركه اللي كنت بشتغل فيها زمان لما جه معايا وقرا الايه دي ما كملش بص لي كده وقال لي انت عايز تقول لي ان انت موحد بالله قلت له لا اله الا الله قال لي معقوله م. قلت له ايه قال لي بقى لي 10 سنين بدرس في الازهر ان انتوا ناس مشركين وانت في دقيقه واحده جاي تقول لي لا تقول هي مش انا ده المسيح خليه يا اختي النهال يقرا الايات بدون تعليق مننا اللي بتثبت وحدانيه الله احنا عندنا الف 1958 ايه في الكتاب المقدس بتتكلم عن وحدانيه الله غير 5000 ايه بتتكلم عن الله بس انا بتكلم على التوحيد بالذات في آية تانية كنا حافظينها في متى 4 10 المسيح بيقول للشيطان لرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد المسلم محتاج يعرف ويتأكد إن إحنا بنعبد الله الواحد الذي لا إله إلا هو فيجي السؤال الثاني مباشرة إذا كنت بتعبد الله الواحد فمن هو المسيح المسيح ما أقولوش برضو إجابة من عندي لكن أفتح يوحنا واحد له عددين، عدد واحد وعدد 14. عدد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله، وعدد 14 والكلمة صار جسدا محل بيننا. مين هو المسيح؟ هو كلمة الله الذي صار جسدا. المسلم اشكرك جدا. المسلم عنده ان المسيح هو الكلمة والإنجيل يوحنا بيؤكد هذه الحقيقة إن المسيح هو كلمة الله الذي صار جسدا. عشان كده بنقول إن الكلمة نقصد بها الابن. لكن الفكرة إزاي نتكلم مع المسلم بطريقة هو يقدر يفهمها. أنا بشكرك من أجل سؤالك لكن دي حاجة سريعة وعابرة وأنا بوافق معاكي على إن محدش هيقدر يجي للإيمان إلا بعمل الله نفسه الروح القدس يعمل في هذا الإنسان. مفيش أي إنسان يستطيع أن يخلص نفسه واحدة إن لم يعمل الروح القدس هذا العمل. وان الاب يكتذب بنفسه عشان كده خلينا نحبهم اكتر خلينا نعبر عن فهمنا لله لان في صوره مشوهه عن الله زي ما ذكرت في اللقاء السابق واعمل لقاءات اخرى عن هذا الموضوع عشان الناس حتى الملحدين الملحدين هو الفكره ان هم رفضوا الله الخطا اللي الناس شوهت صوره الله في ذهنهم عايزين نصحح هذه المفاهيم ونعرف ان احنا كلنا خليقة الله الواحد، كلنا محتاجين نحب الله وهذه هي العبادة ما فيش فروض، ما فيش طقوس، ما فيش خمس صلوات ولا سبع صلوات ولا عشر صلوات، في حاجة واحدة بس، إنما أحبه ممكن يمكن أصلي خمسين مرة، مش غلط، لكن دي الحاجة اللي بتعبر عن حب لي تواصل مستمر مش فرض ومش طقس. أشكرك جدا من أجل سؤالك، في أي تعليق قبل ما نخش في سؤال مهم تعليق. يعني بعجبني بيعجبني النبي داود والمزامير ونفسي أيوه. اتعبك تقرا لنا بس اسمع تعليق منه نقرا بس اللي تعليق صغير شيخ صبويل طبعا جوابك يعني اشكر الرب من اجلك انا دايما بحب اكون بالخدمات معك لانه بستفيد جدا منك ومن الكلام النعم اللي الرب وضعه على فمك فبشكرك من اجل الجواب اللي اللي عايز اقوله الشيخ صمويل بجوز كمان بكل بساطه انه صعب صعب تقلد الاصلي نعم صعب نعم. يعني واللي اكتشفته عن نفسي أسهل إشي ممكن أنا أعمله مع نفسي كشخص إنه أروح بكل بساطة وأقول له يا رب عرفني على نفسك أنت مين الإله أشكرك. الحق أشكرك أشكرك يعني أشكرك دي أحب. أكتر حاجة بسيطة أقول له إيه يا رب أنا عايز أعرفك معرفة حقيقية سيب نفسك بقى بس وهو هيعرفك 100% في المية مش هيسيبك بس يكون صادق في قلبك صدق وتجرد نفسك من ما تعلمته وما فهمته من الماضي وانا بقول حتى لا صعب يعني على انا مثل... جربت الحاجات دي مع ناس كثيره صعب ان واحد يعيش 20 30 50 سنه في افكار معينه ويتخلص منها بسهوله ان لم ياتي الكلام الحق عشان يدخل وهو يزيح الكلام الباطل تعرف الشيخ سمويل اشجعك بشغله انا بعملها بحياتي يعني بشيء انا بعمله وطريقه عمليه انه بعيشه كثير من الاحيان بفكر انه حتى اعرف عن شيء اكثر لازم ادرس عنه اكثر ده صحيح صحيح جدا ومو وفي منه يعني وانا ب يعني ب مش بدعو انك ما تدرسش اكثر بس تعرف في عنصر مفقود عندنا كثيرين احنا كبشر وانا بقول عن نفسي اول واحد يعني جزء مش كثير مفقود عنده عنصر انه اسمح لنفسي افكر عرفت انه انه اسمح لنفسي استلم الافكار اللي بتجيني انه اقبل انه شيء جايين من غير ما اكون ماخذ مفهوم ايش الشخص الفلاني قال ايش الشخص الفلاني ايش الكتاب الفلاني ببني كثير من الاحيان وانا بعملها بحياتي العمليه في الشغل يعني في وظيفتي انه الله الله هو مسؤول انه يكشف لنا ذاته هو نعم. بيكشف لنا ذاته اذا إيه سمحنا لانفسنا. اسماعيل في ايوه. مكانك الاسبوع اللي فات قال نفس العباره وانا سمعتها عبر السنين كتيرة ايوه الشباك واقول له يا رب عرفني الحق يا رب انا عايز اعرفك انا ما ليش دعوه باي ناس ثاني انا عايزك انت تكشف عن ذاتك ليا وابتدى الله يتكلم ليه وقال له اقرا الانجيل وشيخ صموئيل وهذا حقيقه بس كمان اللي اكتشفته وانا بحب اقول للأحبائي كلنا حتى اقول لك بدي اقول للمؤمن عرفت في مقوله بستخدمها دائما بتقول علاقه بدون شركه انفصال نعم علاقة بدون شركة انفصال أن أنا لا. يعني يوميا لازم I have to apply لازم أسمع شيخ صموئيل وأفهم واخد اقبل من الرب انه يتكلم الي ويكون العلاقه مبنيه وفي مبني عليه فكلام الاخت رائع جدا يعني اللي بتقوله شكراً. بس كلام أسم... كمان لازم اسمح لنفسي انه اقبل فالرب لا. يعطي جميل. حكمه جاهز لنا مزمور من المزامير حبي اقراها على ناخد مكالمه من الاخ عاطف من نيويورك اهلا بك اخ عاطف تفضل الموضوع ده الحقيقه يعني عن طريق ناس كانوا بيعنوا وواحد وهو بيهن بيقول لولا المسيحيين لولا الطوائف المسيحيه لصرت مسيحيا آه وغني <applause> على زمان قالوا لولا المسيحيين لصرت مسيحيا <applause> ايوه ما انا انا بقول لك فبقول له ليه قال انا ما قال, 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 قال ومع ذلك انا انا مسيحي يعني هو شخص عابر قلت له طب انت بتناقض نفسك كده ازاي كنت مسيحي قال لي مسيحي لان اكتفيت بالكتاب المقدس فقط قلت له يعني ايه؟ قال صدقت ربنا لما بيقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. فقلت له يا رب هل انت عايزني اصدقك ان لو اكتفيت بالالفاظ اللي جوه الكتاب وما ردتش الفاظ خارجه عنه نافع للتعليم ده يشجعني؟ قال لي ايوه. قال لي لما صدقت ربنا وما ردتش عباره هي بديل للتبشير بالمسيحيه عن الانجيل نفسه وهو أقانيم الله الثلاثة هذا التعليم ليس له وجود في الكتاب المقدس قابلت المسيح فقلت له طب ممكن تفسر لي برضو قال لي اللي شجب هذا الأمر المسيح نفسه قلت له ازاي قال لما فلوبس جه بيقول له أرنا الآب وكفانا الله فلوبس على حق لأن هو قدام أقنوم الإبن بلغة المسيحيين دلوقتي فدام قدام أقنوم الإبن هو بيطلب طلب بحسب المسيحيين المعسرين في تعاليمهم اللي حطوا زيادات على الكتاب المقدس وبسبب الزيادات دي حطوا عصرة وحطوا تشويش والكتاب بيقول طوبى للجهلاء استخدم الله جهال العالم جهال العالم مش جهال القراءة والكتابة ولا ما خدش ماجستير ولا غيره لا جهال العالم اللي هم الأنقياء من كل الزيادات على الكتاب المقدس فقلت له طيب وضح لي كمان علشان أقدر أنقل فكرك ده لكده قال لي فلوبس قال لي انا لما لما اقول للشيخ صمويل ده بيدي مثل يعني بيقول لما انا اقول للشيخ صموئيل انا جاي عايز اشوف الشيخ صموئيل فالشيخ صموئيل يستنكر السؤال يقول لي الله ما انت انت شايفني اقول له ايوه قال لي بيقول لي ما انت شايفني انت شايف الشيخ صموئيل ففي لما جاء المسيح بلغه المسيحيين دلوقتي اللغه المعسره اللي هي اضافت زيادات على الكتاب المقدس الموحى بها الله ورغم خلوه من عبارة أقانيم ثلاثة الله بيشهد إن كنت تصدق ربنا إنه لا يزال نافع للتعليم فقلت له وضح لي فقال لي قال لي, قال لي فلوبس لما قال له أرنا الأب بلغة الطوائف الأق... والمسيحيين والتبشير ب... ب... بأولاد إبراهيم وجاب برضه سيرة قال كلهم بلغة فلوبس بيقول له أرين الأب ليه؟ لان يعني انا قدام بلغه الأق... بلغه الطوائف والمسيحيين دلوقتي هو قدامه اقنوم الابن فلما بيقولوا أ... ارنا الاب هو على حق المسيح قال له ايه؟ قال له ها انا معكم زمانا هذه مدته انا شايفني انا شيخ صميل يعني بضرب المثل عشان اوضح انا قدامك وبتقول لي ارنا الاب انا والاب واحد لما قال الله روح الله لا يرى عشان كده لما يقول كده ما قالش الاقانيم الثلاثه ظهر في الجسد انما قال ايه؟ الله الرب الهك رب واحد الله ظهر في الجسد فعشان كده يا انا يعني يعني الله اللي المستقبل حاضر امامه واخد بالك؟ لو يعرف ان عباره اقانيم ثلاثه بغير امتزاج وبغير اه تمييز ومش عارفين ايه والكلام ده كله اللي احنا حافظينه وبنردد كالببغاء واخد بالك اه لو شاف ان العباره دي بديل للكرازه بالانجيل كان اوحى بيها في الكتاب صحيح بس انا عايز اقول لحضرتك التاريخ حصل فيه ايه يا عاطف انا معاك في بتقوله و يعني 100% اللي انت بتقوله انت مصدق ربنا ان كل الكتاب موحى بها الله وبنافع طبعاً للتعليم طبعا طبعا يبقى مش يبقى طب يعني لو واحد لو واحد بعابر وقال لك انا مش هذكر ولا لفظ خارج الكتاب الا جوه الكتاب امين و و ولم ولم يضع كلمه اقانيم ثلاثه على فمه لا احنا ما قلناش ان دي موجوده في الكتاب لكن دي موجوده نتيجة الهرطقات اللي ظهرت في التاريخ الأول والناس ما كانوش فاهمين وابتدوا يغلطوا بلاش كده بلاش كده قال لي عبارة ابن الله لغاية دلوقتي المسيحيين يقولوا ابن الله كالببغاء يرددونها كالببغاء قلت له انت فهمتها منين؟ قال لي من الكتاب المقدس قلت له يعني ايه؟ قال انا هجيبها لك بتشبيه بسيط ابن الشيء عين الشيء ذات الشيء فكلمه ابن الله يعني ذات الله المعلنة آه. سورة الله غير المنظور لا ذات الله المعلن في طبعًا. المسيح عشان طبعًا. كده المسيح بيقول له ايه انا قدامك وتقول له ارنا الاب اتريت انت لو انت عشت مع المسيح وتعاليم المسيح من رآني فقد رأى الاب انا والاب لا. واحد نعم فكلمة فكلمة حتى باسم الاب والابن والروح القدس قلت له طب ليه بيقول قال ليه بيقولوا اله واحد ده العباره بتقول كده الله روح حتى امور الله لا نفهمها الا بروح الله طبعا. الله روح لا يرى فقال كده الله روح وابن الله الله الروح معلن ذاته هذه ترجمه ابن ابن الله نعم هذا الله المعلن ذاته هو الاله الواحد نعم. اللي, اللي لما ظهر في الجسد وراح للصليب فدانا فدانا عشان ايه أن ما نقدرش نفهم ده الا لما بس يروح يديني اسال حضرتك سؤال عشان اتاكد ان يعني المعلومه صحيحه الحاج بتقوله صح بس انت بتؤمن ان الله الواحد الذي نؤمن به هو الاب والابن والروح القدس اه ات ات خلي بالك هنا ما هو هو بيقول لي انا دلوقتي فاتح لا انا الكتاب. بسال حضرتك مش بساله هو يا اخي انت للكتاب المقدس ما هي دي المشكله انا بسال لحضرتك هل تؤمن أن هذا الإله الواحد شوف أنا خدت عهد على نفسي أن أنا ما جاوبش أخلي الكتاب هو لجوبك إذا أنت آمين ما قبلتش إجابة الكتاب هتقتنع لي بإجابتي لا 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 أنا عايز أعرف مدى إيمانك هذا الإله الواحد الله أعلن الله أو أظهر ذاته يا أخي عاطف دي واحدة. يعني أنا سمعتك وأنا عايزك تسمعني وبعدين أسمع إجابة وبعدين في مكالمات لا أخرى أنا هقول لك العبارة دي وبعد كده هترجم لك بس كلمة باسم الأب والابن والروح القدس وبعد كده يبقى نهيت كلامي وأسمعك ومش هتكلم أزيد من كده اتفضل باسم باسم الله خلي بالك الخالق الفادي أنا الله جابلك وفاديك حتى كلمة الكلمة دي إحنا بنرددها زي المسلمين المسيح كلمة الله كلمة في البدء كان الكلمة يترجمها الكتاب يقول الله المتكلم بالصدق أدي معنى الكلمة وبعد كده لما يقول باسم الآب اللي هو يعني باسم الله الخالق الآب يعني المصدر لكل شيء باسم الله الخالق المعلن ذاته أدي ترجمة كلمة ابن الله هو روح فما فعشان كده الكتاب ما قالش باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد هذا التعبير غير كتابي لكن يترجم بيقدم الله الواحد بصوره اعظم من كده باسم الله الاب اي الخالق المعلن ذاته اي الابن الذي هو روح امين أش... اشكرك اشكرك من اجل مداخلتك والعرض اللي حضرتك قدمته بس الايه اللي حضرتك ذكرتها موجوده في إنجيل البشير متى أصحاح 28 والمسيح بيقول فيها كده فذهبوا على 19 و20 فذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يبقى إذا نحن نؤمن بالله الواحد دي حقيقة ما نقدرش إن احنا نتخلى عنها أبدا بس إعلان الله لينا في كل الكتاب حتى في العهد القديم بيقول لك كده وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به يبقى اذا وها انا معكم كل ايام والى انقطاع الظهر امين ده كلام المسيح الختامي اللي قال بيه في رساله في انجيل متى والأصاح الاخير هل انت بتؤمن ان هذا الله الواحد هو الاب والابن والروح القدس الذي اعلن من سفر التكوين حتى سفر الرؤيا أه عموما بشكرك يا اخ عاطف ناخذ الاخ سامح متاسف الاخ سامح خرج ناخد الاخت لونا تفضلي اخت لونا المسيح لحضرتك جناب الشيخ اهلا بيك يا اختي اهلا بحضرتك وجناب الاخ المبارك مازن ربي يبارك حياتكم وخدمتكم انا بشكر اخويا مازن انك اعلنت من بدايه الحلقه ان العباده الحقيقيه هي المحبه كما اعلنها لنا المسيح وحضرتك اخي مازن بتقدم صوره حقيقيه ورائعه للعباده يعني من خلال التسبيحات اللي بتتواصل بيها مع الله وبترفعنا بيها معاك في مواسم الحصاد في الكرمه او برامج اخرى وفعلا قال احد رجال الله ان التسبيح هو اعلى درجات الصلاه وانا في الحقيقه اعشق التسبيح منذ ان عرفت المسيح لكن انا عاوزه كمان اقول انه من خلال يعني دراستي لاديان قديمه جدا والتي لازال لها الكثيرون من الاتباع ان الموسيقى هي اداه تواصل روحيه قويه جدا مع اله الكون وبترفعهم اليه وبتحررهم من السلبيات وبترتفع بيهم نحو الكمال لدرجه ان هم عندهم مدارس بيتعلموا فيها التسبيح بالموسيقى وكذلك ايضا من مبادئهم ان الانسان لا يستطيع ان يعيش لنفسه فقط بل ان محبه الاخرين وتقديم يد المعونه لهم في ازماتهم واحتياجاتهم هي ايضا من المبادئ اللي بتاخدهم نحو الكمال يعني لو حد مثلا عنده زوج احذيه لازال في حالة جيدة لا يستطيع أن يشتري يعني زوج أحذية آخر بل يقدم حذاء لشخص محتاج يعني سؤالي يعني يعني كيف يتعامل الله مع هذه التسابيح وهذه المحبة للآخرين يعني هل يتعامل الله معها على أنها مجرد أعمال جوفاء لا تحتسب لهم طالما أنهم ليسوا في المسيح ولا يعني كيف يتعامل الله مع مثل هذه المبادئ التي يعيشونها بالفعل شكرا شكرا لك سؤالك نحن نسمع إجابة قبل ما نسمع مزمور من مزامير داود تفضل كيف يتعامل يعني أشكرك أخت لونا مداخلة رائعة جدا وأفكار رائعة جدا وأنا عجبتني كمان فكره راح اتعلم عنها اكثر اداه التواصل الموسيقى كاداه للتواصل كيف يتعامل الله مع التسبيح من اشخاص ما بيعرفوا الله هيك كان السؤال مش هيك يعني هم بيعرفوا <applause> ربنا بطريقتهم او بيصلبهم في عبادات قديمه او عبادات مختلفه فهل ربنا بيقبلها الله يقبل الذبيحه التي تاتي من القلب نحوه بطريقه بطريقته واسلوبه الخاص زي ما قلنا باول الحلقه لانه في بمزمور 51 بيقول لانك بذبيحه لا تسر وإلا كنت قدمتها ولكن ذبائح الله هي روح روح منكسره القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره وحكينا على كلمه الروح على العباده الروحيه وانه مبدا العباده الروحيه انه لازم سكن الروح يعود يسكن فيا نعم وهذا المبدأ لا يحصل إلا من خلال السيد المسيح. عمي. وأنا بقولها بكل صدق وبقول لك يعني في آية تانية موجودة في أي آه موجودة في روميا روميا 12 بتقول أطلب إليكم أيها الإخوة عدد واحد واثنين عدد واحد واثنين أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية, حية مقدسة مقدس مرضية. مرضية عبادتكم العقلية مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكل اكل أهل هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يعني الفكره اللي عايز اوصلها انه ربط الروح بالتسابيح انه من من غير ما يكون فينا روح الله هل هي تسبيح جوفاء انا بتوقع انه هي ضجيج يعني معلش مع انه بكون لها انا تكلمنا بدايه الحلقه على المظاهر مش هيك بس في كمان شيء اسمه المشاعر بجوز بتحرك مشاعري لكنها لا تغير الحقيقه فالله تسبيح اعمق من المشاعر شيخ صموئيل بوجهه نظر الموضوع انا المتوارع. عايز اقول ان الاهم الاخت لونا مش مين بيقدمها وبيقدمها ازاي لكن هي من القلب م. الله بيسمع لهمسات القلوب ان كانت من القلب بحق فالله بيقبلها وبعدين بيعلمهم او بيكشف لهم او بيساعدهم يكتشفوا من هو الاله الحقيقي حتى لو كان في حاجات مش مظبوطه عندهم أنا أثق أن الله قادر أن يظهر ذاته لشعوب وأمم مختلفة ويساعدهم أن هم يعرفوا الإله الحقيقي آمين أنا بصلي أنه الموسيقى تكون سبب وتواصل لأشخاص يعرفوا الرب تكون التسبيح آمين إذا إذا هي وهدفها أنه توصلني لله أنا أنا أم أول فور إت يعني بس اللي أي ثينك فكر الفكرة الرئيسية اللي أنا بحب أركز عليها وأنا حكيت لك عنها قبل الحلقة أنه آه لازم نتواصل مع لازم نوجد الطريقة أنه نتواصل مع الله من غير حياتي. ما نتواصل مع الله هي يعني كمان التعليق على المحبة إيش بيقول بكورنثس الأولى أصحاح 13 مش كده بيقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن و... ليس و... ليس لي محبة أرسلت نحاسا يطن أو صنقا يرن I think هذا بينطبق يعني على أشياء كثيرة دوشة على الفاضي أو بيعملوا آه ترانيم أو تواشيح يقتلونا من غير قلب وما يعرفوش إلّا المحبة يبقى بالتالي مجرد اصوات لا معنى لها بس ربنا عارف القلوب لو من قلبهم هيساعدهم يعرفوا الطريق الصحيح مهم مش هم مهم احنا إيش. النهارده ازاي نعبد الله عباده حقيقيه مقبوله ونحبه ويحبنا هل ممكن نسمع منك مزمور وبعدين نسمع منك ترنيمه انا النهارده نفسي اسمع اكبر عدد من الترنيم رغم ان عندي ثلاث اربع اسئله مهمين وما جناش للسؤال اللي قلته الاخت نهال عن العباده الفرديه والعباده الشركة. الجماعيه كما علمها لينا المسيح والمزامير مجموعه يعني انا كنت بتامل هذيك النهار كان شخص بيكلمنا كمان عن المزامير من اروع بجوز التسابيح والتهاليل والترانيم اللي قدمت إلى, الى 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 الرب في مزمور شيخ صموئيل مزمور مية بجوز نشارك فيه آه وانا حاب اقرا أو بنفس الوقت في ترنيمه بسيطه هي مكتوبه على مزمور رقم 100 بيقول اهتفي للرب يا كل الارض انا مقصود كلمه يا كل الارض ايوه يعني نفسنا قل... العباده تكون من كل الناس في كل الارض الارض كلها مع كل الشعوب والالسنه واللغات كلهم يهتفوا لله بالروح والحق بالروح والحق امين آه شيخ صموئيل لما آه انت بديت الحلقه قلت على انه مين بيحق له انه يعبد نعم كل, كل الارض. الناس كل نعم. الارض اهتفي للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بفرح مش وانت متضايق أو انت مرغم أو انت حزين أو أه. انت تخش كده بكآبة لا ده هنا بفرح ودي نوع من أنواع العبادة المهمة جدا العبادة بفرح شيخ سموئيل على العبادة بفرح هل بتؤمن أنه الفرح اختيار؟ نعم هل زي وانا بس حبيت اوضح هاي الفكره كثير بيقولوا لي لا لازم يتحقق اللي بدي اياه بعدين بفرح لا بس اللي اكتشفته انا افرح بس بمين بتفرح المهم انه آه. فرحك بمين عرفت انه اذا إزاي... قالنا حامي فرح الرب هو قوتكم قو... يعني انت في وضع صعب لما تفرح بالرب م. الرب هيديك قوه فتنتصر على الظروف الصعبه اعبد الرب بفرح لما تشوف هذا الاله قدامك لما تشوف هذا الاله العظيم اللي احبك محبه عظيمه بتعبده بفرح ومش راح تقدر تعبده غير بفرح <applause> اعبدوا الرب بفرح ادخلوا الى حضرته بترنم آآ آآ اعلموا ان الرب هو الله هو صنعنا وله نحن شعبه شعبه مين شعبه نحن كلنا كل شعبه وغنم مرعاه انا بصلي انه يجي اليوم واليوم قريب انه ملايين تيجي لهذا الاله العظيم الحق بالروح والحق وتقبله زي ما هو زي ما موجود بكل في الرؤيه الرؤيا أيوة. كل قبيله ولسان وشعب وام وأمة و... <applause> كلهم يجوا ويجتمعوا معنا عشان يسبح الله واحنا بجوز مش مخطط لهم مش عارف اذا اخوي المخرج بيطلعها بس عاد تعجبني جدا رؤيا كان... يوحنا الاصحاح الخامس والعدد العدد آه التاسع بيقول آه وهم يترنمون ترنيمه جديده قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه بترنموا بهذا الإله العظيم لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك وهنا مربط الفرس زي ما بنقول الشيخ لا 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 من كل قبيلة ولسان وشعب أيوة من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة بتابع مش بس إنه دعانا من كل قبيلة ولكن رفعنا يعني تعجبني في آية بالمزامير كمان بتقول لأنه رفعنا من مزابل العالم وأجلسنا مع أشراف شعبه جعلتنا لله لإلهنا ملوكا وكهنة الآية اللي اللي هي عدد عشرة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض وبتابع بيقول ونظرت وسمعت صوت ملائكه كثيرين حول العرش خلينا نرجع لمزمور 100 حتى الوقت آه. وعندي مجموعه اسئله الوقت بيخدنا اعلموا ان الله هو صنعنا له نحن شعبه وغنم ادخلوا ابوابه بحمد آه. دياره بالتسبيح احمدوا وباركوا اسمه بيقول بالايه الخامسه ومن اروع الايات اللي تتردد كثير في الكتاب المقدس انا شفت بجوز في اكثر من بدي اقول 80 مره اللي بتتردد فيها انه الرب صالح وهذا الرب صالح، الاله اللي اوجدنا صالح، لان الرب صالح والى الابد رحمته والى دور فدور امانته، الهنا العظيم، تعالوا نقول هاي التسبيحه بكل بساطه امين امين ونقدر نشوف الايات على الشاشه نقدر نخلي نرنم مع بعض، يا ريت الناس في البيوت يرنموا معنا هذه الترنيمه مع اخونا مازن امين ربي يا كل الأرض رنمي للرب مجد اسمه اهتفي للرب يا كل الأرض قدموا للرب مجد اسمه هاتوا تقديمة وادخلوا دياره واسجدوا للرب في زينة مقدسة هاتوا تقديمة وادخلوا دياره واسجدوا للرب في زينة مقدسة رنمي رنمي للرب يا كل الأرض قدموا للرب مجد اسمه رنمي للرب يا كل الأرض قدمي للرب مجد اسمه هاتوا تقديمتان وادخلوا دياره واسجدوا للرب في زينة مقدسة أمين رمي باركك أنا نفسي النهاردة كل الناس تتعلم ترانيم ولازم تحفظنا كلنا ترنيمة حتى الناس في البيوت اللي ما فيهاش كنايس يقدروا يرنموها ناخد مكالمة سريعة من أخونا سامح أنا متأسف كذا مرة تدخل وتطلع معلش متأسف مش بلحق كل المكالمات تفضل أخ سامح تفضل إيوان. استاذ صميم سامعني؟ انا سامح حضرتك اتفضل. اوكي ماشي أه شكرا على خدمتك الرائعه دي. تعيش. أه ربنا يباركك حضرتك رديت على الاخ بالنسبه للاقانيم الثلاثه كلمه الاقانيم وحضرتك شرحت له ان دي حاجه كانت لشرح طبيعه المسيح. نعم طب والرد حضرت على حضرتك. الهرطقات اللي كانت موجوده يعني. بالظبط كده لكن هي الشرح هو بيقول هو مش معقد قوي يعني ما هو احنا بنقول الله روح والسيد المسيح هو, هو يقصد يعني المتجد. يمكن الناس اللي هم من اخواتنا المسلمين مش بيقدروا يستوعبوا هذه المواضيع آه وانا بوافق معاه بصدق. فيها لكن التركيز على الله الواحد اللي هو خلقنا أي. بس انا سالته هل بيؤمن بهذا الله الواحد اللي هو وحدانيته جامعه اب وابن روح قدس كما اعلن عن نفسه آه. من سفر التكوين لسفر الرؤيا اتفضل بالظبط كده فيعني بالنسبه للاخت نهال من انجلترا كانت بتسال سؤال ازاي اقول اولا السيد المسيح لما جه ما طلبش حد يضحي من اجله بالعكس هو قال انا انا اللي هضحي بنفسي فداء ليكم فالسيد المسيح ما يعني في خدمته ما خدش اي ميزه على العالم بالعكس هو اهين وهو قال بعد ما اعترف حتى بطرس وقال له انت هو المسيح ابن الله الحي قال له طباك لأن انا يا لم يعلن لك لكن الله اللي أعلن لك نعم. يعني بعد ما حد دي واحده واحده بس من الاماكن اللي المسيح بيثبت فيها أنه هو الله آه هو الراجل ذكر في يوحنا 14 اعلان واضح من المسيح بالضبط دي واحده من العشرات بعد كده جه قال لهم هو المسيح هيتالم ويهان ويقتل ويموت وفي اليوم الثالث يقوم وقال له وجي بطرس في نفس الاصحاح قال له حاشاك ان يحدث لك هذا فقال له اذهب عني يا شيطان لانك تهتم بما للناس وليس بما لله. صحيح. فدي السيد المسيح جاي وبيعلن ان هيموت عن البشر. حتى هو ولد ليموت. بالظبط. لما يعني هو السيد المسيح لم يفاجأ بانه يتمسك ويحاكم من اليهود ويحاكم من الله معروفه قبل تاسيس العالم قالوا اه لا وقالوا هو هو قال الكلام ده ان هيهان ويموت ويقوم. مرات مرات كثيره بالظبط فقالوا وبعد كده رغم هم برضه بيسمعوا وكبشر مش قادرين يصدقوا انه هيقوم يعني واحد لا. يقول انا هموت واقوم بيسمعوا برضه مش قادرين محدش يعني يقدر يقول له ازاي يعني حتى ما بطرس قال له حشاك يا رب يعني ما احنا كبشر مش مصدقين السيد المسيح وجم قال لهم ستهربون ولكن ليست وحدي يعني قال لهم هيجي وقت كلكم هتسيبوني وتجروا وفعلا لما اتقبض عليه يعني كلهم جريوا تلاميذه وفي نفس الوقت هو حتى لما اتقبض عليه قال لهم دعوا هؤلاء لما قالوا له اين هو يسوع النصير قال لهم انا هو دعوا هؤلاء يذهبون يعني ما كانش خايف او ما طلبش حمايه من حد يفديه يموت عنه يعني رساله المسيح واحد جاي يموت مش بيطلب خدمه لحاجه أيوة. بعد ما مات سيدنا بعد الصلب والموت برضه التلاميذ كانوا مرعوبين وكانوا في العليه خايفين وقاعدين وقافلين على نفسهم الناس دي اللي يخليها تبشر وتروح يعني هم يعني بعد الصلب مش متوقعين ان يقوم اكيد, أكيد هم بشروا المجددين. بعد ما شافوه بعد القيامه وشرح لهم في مده 40 يوم زي ما مذكور في اعمال واحد كل ما يتعلق بهذه الامور وكل النبوات الموجوده عنه في العهد القديم ففهموا واستوعبوا وروح القدس ساعدهم ان هم ينطلقوا من الخوف الى المجاهره باسم المسيح. تمام فده اللي بقوله يعني ناس كانوا خايفين وجبناء وجيريو وفي نفس الوقت بعد ما عرفوا الحقيقه ابتدوا يطلعوا ويبشروا بالمسيح ويعني وي يعني يبشروا ويدفعوا ثمن حياتهم لرسائل في واحد هيدفع ثمن حياته لحاجة كدب عاملها في واحد هيدفع ثمن حياته لحاجة مش متأكد منها أخ سامي خليني يعني... أسألك سؤالين مهمين جدا لنا في هذا اللقاء السؤال الأولاني هل تؤمن أن العبادة الحقيقية هي حب لله وليست فرض ولا طقس طبعا طبعا وهي قالها السيد المسيح تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدراتك وقريبك كنفسك قالها السيد المسيح وقالها برضه من احب ابا او من اكثر من اللي استحقني طيب اللي هي السؤال يعني الثاني انا سالته للاخ مازن هل تؤمن ان الكنيسه مش مبنى لكن هي نحن المؤمنين جماعة بالمسيح المؤمنين. صح الكنيسه صح. هي جماعه المؤمنين صحيح اشكرك جدا والرب يبارك حياتك ومبسوط ان انا سمعت منك واهلا بيك ناخد الاخت ام سامح رغم انه مفيش علاقه بين الاسمين لكن هم جم ورا بعضيهم كده ناخد الأخت. شكرا اخ سامح ناخد الاخت ام سامح برضو من نيوجيرسي لازم تعرفوا على بعض انتوا الاتنين في نيوجيرسي بس ما تعرفوش بعض أخي اهلا بيك مساء الخير يا اخ مازن سايسوعة. ربنا يبارككم ويبارك الحلقة جميلة جميلة الرب يستخدمكم لمجده أنا الحقيقة الأخ مازن في أول الحلقة ذكر أن والده كان تقي ومس وانتقل م. وانا ما عرفتش المسيح الا عن طريق حماتي ألف 1962 وستين انا ما كنتش عندي ام وهي عملتني بكل المحبه وكانت بتكسيني وتطبطب عليا بعد كده تدرجت بروحة الكنيسه معاها صحيح كنت بعرج بين الفرقتين لكن جيت في يوم والرب شكل الحياة كلها والسنين الطويلة دي خلتني خلتني ادتني روح الاحتمال وعرفتني المحبة الحقيقية امين ان كانت رعوز, رعوز حبت حماتها حبتها لوقت معين والموت فصل بينهم وان كان بوعظ سطر رعوز لكن ما يقدرش كان يفديها لكن شكرا للرب يسوع المحب ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه في الحقيقة إحنا ولا كنا أحباء ولا كنا شيء بالمرة لكن سلنا من الزبالة أشكر الرب على محبته ورحمته كمان أشكر الأخت نهال لربنا مستخدمها في البشارة وأختي لونا الرب يباركها الرب يستخدمك ويباركك ما انت كمان يحلوه. ربنا بيستخدمك في الكل الخدمه كتير قوي يا مسامح الرب رب يباركك ومستمر يصلي لنا من فضلك احنا محتاجين صلواتك وكثيرين الاخ صمويل الرب يحفظك تعيش ورب يبارك حياتك. حياتك شكرا من اجل الاتصال الرب معاكم ربنا معاك دايما معاك. تعرف شيخ صموئيل بس اذا بتسمح لي بس تعليق صغير يعني لفت انتباهي الاحبه زي زي نمط واحد عن موضوع المحبه مم. ولانه هو فعلا بيلخص موضوع العباده العباده, العبادة الحقيقيه انا مبسوط كمان بتكلموا بمحبه حلوه شيخ صموئيل من بجوز اقول جمله بجوز البعض منها يتفاجئ شويه محبه الله محبه الله من اكبر شرير لاعظم قديس هي نفس المحبه نعم فيش فرق فيش فرق حبينا كلنا من اكبر شرير عمان. لاعظم قديس نفس المحبه عملنا. حاجه اقدر اعملها تخلي ربنا يحبني زياده مفيش ومفيش اي حاجه وحشه اعملها تخلي ربنا يحبني اقل مفيش محبه الله ثابته وابديه الى الابد محبه أبدية أبوية غير مشروطة مش ربنا. تختلف عن محبتي أنا يا, ريتنا مش بس يا ريت نستوعب يا كلنا نفهم حتى فليني. أنا وحضرتك يعني أمين أنا عايز عايزين أف... نفهم أكتر ما أنا بدي أتابع اللي... الجملة اللي قلتها بدي أسأل نفسي واسال احبه واسال حضرتك ونسال بعضنا هذا السؤال طيب ايه اللي بيفرق بالمحبه ليش البعض بيشعر بمحبه اكثر من الثاني تعرف ايش اللي اكتشفته عن نفسي شيخ صموئيل اكتشفت انه على قد ما قلبك بيشتاق لله وبتحب الله تتجاوب. على قد ما بتكتشف محبه الله اكثر وهذا الكلام انا بوجهه لاحباء المؤمنين قبل غير المؤمنين كثيرين منا أخ... شيخ صمويل معلش وانا قلت لك حنتكلم ب... براحتنا يعني نعيش حياتنا وكاننا غير محبوبين هي مشكلة كبيرة وخصوصا لانه الامور ده اللي الأمور... الشيطان بيحاول يشوه صورة ربنا بيقول له مش معقول ربنا بيحبك وانت بتعمل كذا طبعا وكذا لو ربنا وكذا. بيحبك ما عمل هيك بس تعرف ايش اللي اكتشفته؟ وانا بقول لك عن نفسي وبحب الاحبة كلهم كل واحد يفحص نفسه بتعرف فضل. اللي اكتشفته سبب مشاكلي لما ببعد عن الله مش لما اقرب ل الله في يعني من أعظم ال ال أنا بحب الكتاب كله لكن في آيات قريبة إلى نفسي اللي اكتشفته شيخ صموئيل وأنا بحب أشجع الأحبة بهاي الكلمات البسيطة توصل أجين I hope you are hearing my heart أمين. يعني إنك أنت سامع قلبي في هذه الليلة مش سامع بس الكلام والرب يعطينا ويفتح قلوبنا شيخ صموئيل الكتاب المقدس أنا بسميه 911 of Heaven تسعة واحد واحد تسعة واحد واحد اللي هو مزمور 91 تسعين عدد الأول بقول هيك الساكن في ستر, ستر العلي, العلي في, ستر في ظل القدير يبيد بتعرف ايش اكتشفت سر الحب تسكن في ستر العلي امين ترجع اليه تروح اليه لما تروح لهذا المكان تكتشف اعماق جديده يعني الشيخ صموئيل انا اكتشفته معلش انا بجوز غيرنا يعني. عن الـ الـ بس انا عايز اقول لانه فعلا المنبر رائع انه سمحت لي فرصه وانا يعني شرف وامتياز كبير اكون موجود بس بستحق حقش فانا قلت خليني استغل الفرصه وـ وـ الو... اقول اللي على قلبي لاحباء بأ... كل الايام بسرعه أو... لاحباء اولاد ابراهيم امين آه، شيخ صموئيل آه اقول لك الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، اكتشفت اخ سم... شيخ صموئيل انه معرفه الله ومعرفه شخص روح الله اللي هو الله نفسه ممثل بشخص روح الله امين اكتشفت شيخ صموئيل انه الدرجات معلش انا هقول لك الدرجه الاولى هي درجة الخلاص الخلاص تسمح لسكن الروح القدس في لما أخلص تسمح أن روح الله يسكن في الدرجة الثانية لمعرفة شخص روح الله هي أشواق عندي أشواق أتلهف إليه أدخل إلى عمق أكبر بيسوع بعمق أكبر في علاقتي مع هذا الإله اللي بيحبني أكتشف بحر سباحة لا يعبر مش كلام ده يتقال شيخ صموئيل أنا اكتشفت أنه حقيقة بتعرف كل هل انا عندي مشاكل وبمر بظروف صعبه وبمر الرب بيعرف عارف كل <applause> بس تعرف ايه اللي بعرف بيعرف وبمر بس تعرف ايش اللي بيحليها انه عيني عليه أمين. مش عيني على يعني كنت بقول دائما اذا اذا عيني على المشكله المشكله بتكبر والهي بيصغر اذا عيني على الهي الهي بيكبر والمشكله بتصغر أمين. فده المرحله الثانيه والسؤال اللي بساله لنفسي ولنفسك في هذه هل عندك اشواق بجوز انت بتقول انا قبلت الخلاص بس الخلاص ده يدخلك لسكن الروح القدس المرحلة الثانية الأشواق ده بالأشواق تدخل لمرحلة أعمق المرحلة الثالثة اللي هي الأعماق توصل للأعماق تعرف ده بتطلب القداسة وإنه نعرف إنه سبب حياتنا إنه إحنا عايشين إله مش لإلنا إنه هو قصد حياتنا مش أنا اتغيرت حياتي شيخ صموئيل أنت بتتكلم على العبادة الحقيقية تعرف لما نكتشف إنه سبب وجودنا هو الله وإنه أحيا لا أنا بل المسيح يحيا يعني. فيا كل امور الحياه تصبح ثانويه. لانه هو اله الحي، ففي قلنا على مرتكزات، قلنا على طرق على كيف نقدر ندخل بالله، بأ في قلنا على التسبيح الترانيم، كلها ايش اللي بربطها كلها مع بعض شيخ صموئيل؟ المحبه والقلب. هل انا قلبي متجه لله وهل عندي محبه صادقه نحو الله؟ بالروح والحق. وفي نفسي عشان آه. ما نفوتش السؤال بتاع الاخت نيهال، اتكلمت عن العباده الفرديه والعباده الجماهيريه. أيوة. نفسي تقول لنا بعض الحاجات اللي المسيح علمها لنا أيوه. عن العباده والصلاه خلينا نأخذ مكالمه سريعه من الاخ طلال من ميشيغان اهلا اخي طلال كيف اخبارك مرحبا مرحبا بحضرتك مرحب. كيف اخبارك يا المداخله قصيره جدا انا انا طالب كثير في في المسيحيه و بعدين انا اكتشفت نفسي محدود والانسان عندما يكتشف نفسه محدود يجد ان ان لا يتداخل في الله الغير محدود فهو الله غير محدود وبعدين الاب والابن والروح القدس هو غير محدود وانجيل يوحنا يعني يكتشف هذا ويقول لنا وعندك الرسول في فيلبس يقول ارنا الاب وكفانا مم. قال له من رآني فقد رأى الآب أيوة. هو لا يمحي اسم المسيح كإله ولا يمحي الآب مع أنا أنا والآب واحد ولا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي أنا والآب واحد وهنا بس أه بدي أقول آية واحدة قالها المسيح قال يجب أن تفرحوا لأني ذاهب إلى أبي لأن أبي أعظم مني وفي سفر الرؤيا راح يكون يخضع الابن ليكون الله الكل في الكل لا لانه هو ماخذ جسد ابي اعظم مني وشكرا. شكرا يا اخ انا مش عايز اخش في المواضيع اللاهوتيه النهارده انا نفسي اتمتع بالعباده لله والترنيم والتسبيح والتعليم عن العباده المسيح في متى ستة قال مقطعين نفسي اشوف المقطع الاول منهم عدد تسعه قال بكل صراحه متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات. وانا سالت اخواتي من الاسبوع اللي فات قلت لهم هل اي مسلم يستطيع ان يقول لله يا ابانا الذي في السماوات؟ ده مهم جدا انك انت تعرف ان الله الخالق هو الاب السماوي لكل من يؤمن به. ما راي حضرتك وما تعليقك على ان الله هو ابونا السماوي وبعديها نفسي بعد التعليق اسمع ترنيمه من اخونا ميشيل بحبها قوي عن الله الاب السماوي اتفضل تعرف شيخ سموئيل <applause> آه عبر عن مشاعرك ولا يهمك حتى لو بكيت لو فرحت ولا يهمك يعني آه انا فقدت والدي من 23 سنه انا قلت لك صحيح آه ولكن بشكر يسوع لأنه كان هو إلهي والدي تعرف الآية اللي موجودة فيه متى ستة تسعة متى, متى صليتم, صليتم؟ فقولوا يا أبانا الذي في السماوات شيخ صموئيل فرقت معي جدا 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 إنه أبوي إلهي الحي أب إلي قديش آه معلش سامحوني انا بجوز بينت مشاعر لا مش لازم ابينها لا لا خد راحتك ولكن اه خد راحتك خالص من حقك تعمل اللي انت عايزه شيخ صموئيل هذا ما يميز الهي انا مش راح اقول ما يميز المسيحيه وانا مش بحب اخواتي كلهم يعرفوا انا مش ضد المسيحيه والاسلام ولا وال لا بس انا اكتشفت شيء اعمق واعظم من المسيحيه والاسلام واليهوديه والديانات انا اكتشفت اله بحبني اب سماوي صالح بحبني أب... محبة أبوية أبدية غير مشروطة برغم كل عيوبي وبرغم كل خطاياي وبرغم كل تقصيري وبرغم كل محدوديتي وبرغم كل آه ما في من عيوب وشوائب قال لي هذه الكلمات شيخ صموئيل قال لي لما بتصلي ما تصلي لي بطقوس وبفرائض قال لي تعال انت انا بحبك انا ابوك السماوي وانا قديش هاي ال ال الصلاة الربانية اللي معروفة عند كثيرين أنا بعرف شيخ صموئيل أشخاص بجوز بيقولوها باليوم 30 50 70 90 100 مرة فعلا صدق في في أشي في بعض الاشخاص من خلال الطقوس بيعملوا مثلا مسابح او شيء ب بي انه بيقولوا المسبحه واحنا تعلمناها واحنا صغار الفكره من وراء هاي الايات مش بس ايات تقال بكلام ولكن وراها وراها اشياء حيه يعني انت الحلقه الماضيه قلت للاخ المحبوب اللي كان بت... بت... هل بتستطيع انك تقول لله ابوي شيخ صموئيل بعيد عن كل ال... الديانات وال... بعيد عن كل ال... آ... ال... 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 المفاهيم الانسانيه خليني اقول لك بكل صدق هذه الكلمه بجوز اكثر كلمه مفصليه او بتميز ما بين علاقه حيه باله حي او علاقه مبنيه على طقوس طيب. انه تقدر تقول له أصعب أبوي اصعب حاجه يعني قديش بحب قديش انا عندي اولادي عندي ثلاث اولاد شيخ صموئيل آه. وقديش كل مره والرب شاهد على هذا الكلام مرات بروح عند اولادي بس عشان اسمعهم بيقولوا لي بابا والله والله, والله بيحبنا بابا. بيحبنا لدرجة ونقول له يا أبانا, لدرجة يا, في يا أبانا الذي في السماوات وأنا بحب أن نحطها على, آه نحطها على الشاشة نحطها على الشاشة, ونسمع ترنيمة من أخونا ميشيل أيوه. وبيتكلم عن الآب السماوي أيوة. أقدر أقول له أبوي ابانا يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك اسمك لياتي ملكوتك, ملكوتك, ملكوتك لتكن مشيئتك كما في, السماء كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين أقدر أقول له أبويا آمين خلينا نسمع ترنيمة ونرنمها مع أخونا مشيل وكل المشاهدين آمين. يحاولوا يتعلموها ويحفظوها ويقولوا لله يا أبونا السماوي كل الدنيا واللي نسمه منه تدور كل الكون في ثانيه عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا واللي نسمه منه تدور كل الكون في ثانيه واللي انفاسه تزلزل اساس الجبل feel better حبيبي اقدر اقول له الهي وابويا وحبيبي. نفسي باردس. كل المشاهدين يقولوا يا الله العظيم اقدر اقول له ابويا اقدر اقول له الهي وحبيبي هو ده المعنى اللي بيحب ربنا قد ايه ربنا بيحب ان احنا نقول له ايها الاب السماوي. ايوه بيحب كثير بيحب لانه اله أحبنا محبة عظيمة شيخ صموئيل المحبة أبوية أبدية غير مشروطة يعني في كل مرة تلجأ له وأنا بقول حقيقة عشتها شيخ صموئيل أبوي انتقل عند الرب وأنا عمري 21 سنة ونص ولكن أنا أشهد أنا واحد من ثمانية عندنا إحنا ثمان إخوات ولكن لم يتركنا أبونا السماوي لحظة أمين اهتم أمين. بكل مجالات حياتنا وأمانة يسوع ورحمة يسوع عناية يسوع ورعاية يسوع اللهنا الهنا الحي ابوي السماوي حفظتنا وتحفظنا وانا بحب اشجعك في هذه الليله اسمع انت محبوب رغم العيوب صدقني محبوب رغم العيوب بس ما عليك الا تيجي له تقول له انا بحبك محبه حقيقيه ومن قلب بده اياك بده يعرفك تعال عرفني في ذاتك عرفني في شخصك اجذبني اليك اجعلني اكتشفك انت وانا باكد لك في هذه الليله راح تكون ليله فارقه في حياتك لا ابد الابدين مش بس بحياتك الارضيه ولكن في حياتك اللي بعد ما تنتهي حياتنا الجسديه آمين, آمين. أنا نفسي اسمع بعض الايات لال المسيح عن الصلاه أخذ اخر مكالمه من اخويا سامي من النمسا سامحوني مش قادر أخذ الوقت آه، عرب ينتهي طب سوري اخ سامي معلش ما قدرناش ناخدك النهارده والباقيين بعتذر لهم خلينا نقرا الايات الموجوده في متى ستة ومن عدد خمسة لو نقدر نشوفها على الشاشه لان بتعبر عن فكر مهم جدا المسيح بيقدمه لينا يقول كده المسيح ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي في الخفاء يجازيك علانيه قبل ما نكمل بقيه الكلام يعني وحينما تصلون لا تكرر الكلام باطلا كالامم كالامم فانهم يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه صلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات اخي الحبيب الاخت نهال سالت سؤال مهم جدا ايه الفرق بين العباده الفرديه والعباده الجماعيه المسيح هنا بيتكلم عن العباده الفرديه حذرنا من المرائيه وليه قال صلوا في الخفاء من اروع وصف للرب انه خلقنا كعائله واحده هو راسها <applause> فاحنا لما نكون نشترك في تمجيد الرب وتعظيمه هذا شيء عظيم جدا ولكن بحقيقه لانه بشدد بعضنا البعض نشجع بعضنا البعض نؤيد بعضنا البعض نرفع بعضنا البعض نبني بعضنا البعض فالشركة واحدة من الوسائط اللي فيها نقدر نستطيع أنه نكمل رحلتنا حتى نوصل للرب ونتعرف ونتقوى ونتشدد في الرب ومع ضمن الآيات اللي إحنا ذكرناها عن الهيكل والبناء أن احنا كلنا حجارة حية بنبني مع بعضنا هيكل واحد يسكن فيه الله في وسطنا ويعطينا أن نسبحه ساكن وسط تسبيحات شعبه أمين. يقول يسكن أمين. وسط تسبيحات شعبه الايات دي بيحذرنا من حاجتين الحاجه الاوليه المرائيه <شي Fernan> ايوه <أخير> يقصد ايه يا شيخ صموئيل اقول لك كنت انا بعمل بقرا وجزء الاحبه بقدر اروح على الفيسبوك او على الانترنت شوفوها في احصائيه بتقول في ثلاثة من كل أربع أشخاص بيكذبوا على نفسهم عايشين حياة الـ, الـ الخداع <شي> خداع بنفسهم عرفت؟ هاي يظهر غير ما يظهر هاي مرائية هاي المراءة بكل بساطتها وأنا بقول له يا رب اجعلني اجعلني اكون واقف قدام دائما انت تكون المرايه انه انت تعكس صورتي الحقيقيه عرفت انه ما اكونش مرائي وبجوز من اصعب الامور شيخ صمويل انا اتطلع عليك اشاور بصباع واحد عليك ولكن في ثلاث صوابع بتشاور محيح. علي محيح. عرفت فانا اللي عايز اقوله المراه يعني ما اتهمش حد كمان اذا في الرب بس اللي عايز اقوله اذا في شيء بكرهه الرب نعم اللي محيح. هو الكبرياء والمراءة ده اللي هجم المسيح للفرسيين والكتبة والصدقين هم رجال الدين كان بيهاجمهم هجوم شديد جدا دي المرة الوحيدة اللي اتكلم كلام صعب للمرائين من الفريسيين والكتبة والصدقين لأنه ده اللي عمله الشيطان اه. بكل بساطة وأنا بحب أشجعك في هذه الليلة أنه اكتشف نفسك قلت ثلاثة من أربعة ثلاثة من أربعة نسبة خطيرة جدا 75% من الأشخاص they live life of deception they they lie to themselves يعني بيكذبوا على انفسهم مرائين مرائين you know, فالرب يعطينا يعني عشان كده المسيح حذر من المرائيه في الصلاه وفي العباده شيخ صموئيل اذا بدي اشجع الاحبه وبجوز اذا استفادوا اي شيء من الحلقه هاي محبه العباده هي محبه سوري انا حطيت ايدي قدام وجهي <applause> العباده هي محبه روح وحق تدخل بالروح والحق متوفره لكل البشريه مبنيه على اساس المسيح بالفداء تعيش حياة مبنية على علاقة حية دائمة في هذا الإله الحي ما فيها مرأة ولكنها علاقة حقيقية بجوز ألخص كل الموضوع كلياته بأنك أنت تكتشف محبة الله نحوك عرفت آه آه تسمح لنفسك تأخذ شيء جديد من هذه الليلة يعني أنا بصلي أنه تكون الكلمات اللي تكلمناها للأحبة في هذه الليلة أجين تكون كلمات من القلب مش من الفم امين وان الاشخاص يكونوا لمسوا يسوع من خلال الكلمات في هذه الليله وفي نفس المقطع في متى 5 23 و 24 م. يقول كده فان قدمت قربانك آه. على المذبح وهناك تذكرت ان آه. لاخيك شيئا عليك, شيئ. عليك. فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك او قدم عبادات كن مراديا لخصمك سريعا ما دمت معهم في الطريق. يعني هنا بيتكلم عن حاجه خطيره جدا في حياه الناس اللي هم بيروحوا يعبدوا وفي مشاكل بينهم وبين الاخرين. مم. مش هتقبل العباده يا شيخ صموئيل يعني قديش كثيرين من لكن يعني هيك عارف القصه ان واحد جاي مثلا من بعيد قوي يعني يومين ثلاثه مسافر وجايب الذبيحه بتاعته اليهوديه دولت ورايح على الهيكل عشان يقدمها المسيح بيقول له حاجه غريبه قوي معلش المشوار بتاعك ده يومين ثلاثه مشي تعبان كتر خيرك بس مش هتنفع ارجع سيبها وارجع اعمل ايه الاول؟ تصالح يا جماعه خلينا نفهم روح العباده اوعى بي. تزعل مع اي انسان اخر وتيجي تعبد ربنا انت بتضحك على مين؟ تضحك على نفسك ولا على ربنا؟ الاخ مازن حذرنا 75% من الناس اللي بيحاولوا يعبدوا ربنا فيها مرائيه واخطر الحاجات اللي فيها مرائيه ان انت ممكن تكون مخاصم حد وزعلان مع حد ومقاطع حد ورايح تعبت وكان دي نقره وهذه نقره دي مش حقيقه دي كلمه خطيره جدا صح. العباده عباده كامله صلى علاقتك مع اخوك الانسان وتعالى قدم عبادتك انا نفسي سموئيل. اسمع ترنيمه قبل ما الوقت ينتهي أنا عايز اخر ترنيمه منك اخر ترنيمه بس قبل ما نقولها وراح نقول ترنيمه انا حي بيك لانه هذا جزء هاي علاقه بس كلها بس دي بسرعه آه. قبل ما الوقت ينتهي اذا مش قادر تشوف يسوع في اخوك شوف اخوك من خلال عينين يسوع امين قولها ثاني من فضلك قول التاني اذا مش قادر تشوف يسوع في اخوك. شوف اخوك من خلال عينين يسوع. امين. خلينا نسمع اخر ترنيمة أمين. منك لان النهاردة فرصة ذهبية وانت موجود معانا نرنم معاك وتعلم ماشترا. الناس ترنيم يمكن يقدروا يشوفوها بعد كده على ال... في الاعادة او على الانترنت. ويرنموا هذه الترنيم في عبادتهم اي مكان انت موجود فيه تستطيع ان ترنم هذه الترنيمة. انا فضل. حي بيك يا شمس الحياة. تفضل. انا حيبيك يا شمس الحياه متكون من تراب و في الاله انا حيبيك يا شمس الحياه متكون من تراب وروحي في اليا يا من صانعتني وسكنتي فيا آه وشيء من أرضي للسما يا من صانعتني وسكنتي فيا آه وشيء بيشدني من أرضي للسما يا محلى تسبح إنسان سبح بالله فيه في مرأة شايف واخد رايح لله يا محلاه تسبح انسان سابح في الله في مرأة شايف واخد رايح لله شيء جواه بيزيد فدوي ويقول الله يا الله يا الله يا الله شهيطي وزفيري مرهون بنسمتك وتكويني ومصيري موجود بكلمتك، و وزفيري مرهون بنسمتك وتكويني ومصيري موجود بكلمتك، قول لي أنا بحبك تلاقيني كل عندك وما ترجعني ليا أرجع وأشتاق لقربك قولي أنا بحبك هلاقيني كل عندك وأما ترجعني ليا أرجع واشتاق لي يا محلى تسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله يا محلى تسبيح انسان سابح في الله في مرأة شايف واخد رايح لله شيء جواه بيزيد ويفيض ويقول الله يا الله الله ما اعظمك يا الله شكرا جدا اخي مازن من اجل ليسوا. فرصه للعباده والتسبيح بصلي ان كل المشاهدين يتعلموا يعبدوا ربنا من كل القلب بفرح وبحب حقيقي ويتمتعوا بعبادتهم اليوميه وعلاقه حقيقيه مع الله شكرا لكم والى اللقاء في الاسبوع القادم شكرا يسوع